بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين. سعداء كالعادة بلقائكم وبتجدد اللقاء بكم في هذه الأمسية مع العرض الرابع الذي هو أوسط عقد العروض المقررة في هذه الدورة التكوينية الأولى والمخصصة للوظيفة العمومية، والتي تندرج ضمن البرنامج التكويني لسنة 2021 الذي تنظمه مجموعة التكوين المستمر برئاسة الأستاذ الفاضل مختار منتظم. هذا العرض الذي اخترنا له كعنوان منظومة تنقيط وتقييم الموظفين، المسطرة ومناخ التنزيل، سعيا منا لمقاربة هذا الموضوع بين الأهداف المسطرة وواقع الممارسة. ونتشرف هذا المساء بأن يلقي هذا العرض علينا أستاذنا الفاضل المختار منتظم، فليتفضل مشكورا. شكرا أخي سي محمد، صلى الله وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. متابعينا الكرام على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نكمل فيه المسيرة التي بدأناها منذ تقريبا هذه واحد 8 ديال الأسابيع. واليوم كما أسلف الأستاذ محمد شراقة، اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم نحن في وسط عقد هذه العروض أو هذه الدورة التي تتكون من 7 عروض. كما تم إخباركم منذ يومين، طرأ واحد تغيير طفيف على برنامج هذه الدورة، حيث أنه اليوم كان مقرراً لنتناظر حول موضوع الاستحقاق والكفاءات أو الكفاءة، لكن ارتأيت أن هذا الموضوع حقيقة هو يجب التعمق فيه، يجب بسطه بالشكل الذي ينبغي حتى تصل أفكاره حسب المراد. لذلك ارتأيت أن هذا الموضوع إن شاء الله سأعالجه من خلال واحد المجموعة ديال الكبسولات باش نخطو في وقتنا كامل، على أننا عودنا هذا العرض بالعرض الخامس، لأن هذا العرض ديال اليوم كان هو العرض الخامس في برنامج الدورة، وبرنامجنا عرضا آخر في العرض الخامس حول الضمانات الأساسية لتأديب الموظفين. لذلك أصبح البرنامج على هذا الشكل. هذا اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم في العرض الرابع سنتطرق للحديث والمذاكرة حول موضوع منظومة تنقيط الموظفين، على أن العرض القادم إن شاء الله الرحمن الرحيم هو العرض الخامس، نخصصه للضمانات الأساسية لتأديب الموظفين أو للتأديب بشكل عام. إذن موضوع اليوم هو موضوع حقيقة ذو أهمية كبيرة جدا، هو حقيقة هو الدليل الكلوغيد، الدليل الذي به يسير ويدبر المسار المهني للموظفين، وهو حقيقة يتشكل من منظومة خاصة بالتنقيط والتقييم. ورغم أن المشرع هو سماه نظام للتنقيط والتقييم، لكن هو في حقيقته هو منظومة، لأنه يتشكل من واحد المجموعة ديال المقتضيات، مجموعة ديال اللوائح التنظيمية، ومجموعة من الأدوات التي بدونها لا يمكن تفعيل هذه المنظومة. هذه المنظومة ديال التنقيط والتقييم تتشكل من شقين أساسيين، الشق المتعلق بالتنقيط ثم الشق المتعلق بالتقييم، وكلاهما متلازمان لا ينبغي فصل أحد الشقين على الآخر. هذه المنظومة من ناحية القانونية تؤثر واحد من مجموعة ديال النصوص القانونية ومجموعة من اللوائح، تتكون من
بداية من بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا سيما الفصل 28، ثم من المرسوم 988-68 أو المرسوم الملكي 988-68 الذي صدر 17 ماي سنة 1968، فالمرسوم 2/05/1367 بتاريخ 2 جانفير 2005. دونك كما أسلفت أن هذه المنظومة هذه أو مجموعة النصوص التي تؤطر هذه المنظومة تتكون من المرسوم الملكي رقم 988-67 الخاص بتنقيط وترقي الموظفين، والمرسوم رقم 2/05/1367 بتاريخ 2 جانفير 2005 المتعلق بتنقيط وتقييم الموظفين. هو حقيقة هذا المرسوم هذا النص بشكل أساسي هو الذي أحدث هذه المنظومة الجديدة بين قوسين، المنظومة الجديدة الآن التي تعمر حوالي 16 سنة. ثم المنشور رقم 44 أي 4 وظيفة عمومية بتاريخ 25/2006 المتعلق بتطبيق مقتضيات المرسوم العاني في التكرار أي 2/05/1367، فقرار الوظيفة العمومية رقم 1725/06 بتاريخ 28 يوليو 2006، وبواسطة القرار تم تحديد نموذجي بطاقة التنقيط وبطاقة تقرير التقييم. إذن هذا بشكل مجمل وعام هي أهم النصوص واللوائح التي تؤطر هذه المنظومة هذه أي منظومة التنقيط والتقييم. وكما أسلفت هاتاني أو هذه المنظومة بشقيها هذان الشقان هما متلازمين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. منظومة التنقيط والتقييم حقيقة كانت جات في واحد المناخ كان المراد به هو إصلاح العميق للوظيفة العمومية في سنوات بداية سنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005، ربما بلغ سنم هذه الإصلاحات سنة 2005 بصدور واحد المجموعة ديال النصوص ذات الأهمية القصوى والتي ربما لم تتحققها على مستوى التنزيل. لذلك أنا كنت أسميت هذا العرض هذا وعرض اليوم بمنظومة التنقيط والتقييم المسطرة ومناخ التنزيل، لأن هذا أساسا هو الاتجاه اللي غادي نمشيو فيه، نشوفوا شنو المسطرة التي حددت هذه النصوص ولا سيما المرسوم 2/05/1367 للتنقيط ثم للتقييم، وشنو المناخ ديال تنزيل هذه المنظومة إلى حد الآن، رغم أن هذه المنظومة الآن تعمر حوالي 16 سنة من 2005 ونحن في 2021 عمرت حوالي 15 سنة ونيف. إذن شنو المناخ التنزيل؟ واش بالفعل وجدت حدها من التنزيل؟ شنو انعكاسها على تدبير الإدارة بصفة عامة؟ شنو انعكاسها على تفعيل واحد مسألة أساسية في التدبير هو التدبير بحسب الأهداف وبحسب النتائج أو التدبير المرتكز على النتائج والأهداف؟ هل بالفعل هذه المنظومة حققت المراد من إقرارها؟ هذا هو المقصود إذن بمناخ التنزيل. لكي لا نغرق في التفاصيل بزاف وباش نبقاو باش ربما نحاول أن نسرد في هذا العرض هذا أهم المعطيات التي تلامس اهتمامكم، لأن الموضوع حقيقة التطرق لهذا الموضوع ومعالجته في هذا الحيز الزمني ليس بالأمر السهل والهين، لأن على هذا الموضوع كتفرع واحد المجموعة كبيرة ديال الروافد التي ينبغي معالجتها، ولكن سنحاول الاقتصار بعون الله على أهم ما يمكن أن يلامس
اهتماماتنا نحن كموظفين لا انعكاس ديال هذه المنظومة على مسارنا المهني ولا انعكاسها بشكل أخص على التدبير الإداري وعلى المناخ العام بالإدارة العمومية. ملي كنقولوا الإدارة العمومية طبعا راه كنقصدوا إدارة الدولة وكذلك الإدارة الترابية، لأن نفس المنظومة تطبق على موظفي الدولة وعلى موظفي الجماعات الترابية بصفة عامة. إذا كل الموظفين العموميين سواء كانوا مركزيين أو لا مركزيين أو ترابيين تطبق عليهم هذه المنظومة كما هو الحال تقريبا بكل المقتضيات القانونية، اللي هي على اعتبار أن الآن بقي ما عندناش وظيفة جماعية بالشكل المطلوب وبالمعنى الحقيقي والأمثل لهذا المصطلح. إذن باقى هاد الإدارة الترابية نفسها وذاتها تستلهم تقريبا جل أو الغالبية العظمى تقريبا 98-99% من المقتضيات التي تطبق في الإدارة الجماعية هي مستلهمة من النصوص المركزية. إذن نبدأ بالشق الأول من هذه المنظومة المتعلق بالتنقيط. إثر صدور المرسوم الخاص بالتنقيط والتقييم، أي المرسوم 2005-1367 بتاريخ 2 جانفي 2005، صدرت مجموعة من اللوائح التنظيمية في شكل مناشير وقرارات تنزل أو تفسر بعض مقتضيات هذا المرسوم هذا. بالنسبة للتنقيط، وإذا استطلعنا مضمون المنشور رقم 4 ووعين، هذا ووعين دائما تشير الوظيفة عمومية ووعين بتاريخ 25 جانفي 2006، كنلقاو بأنه كيحدد شنو الهدف أساسا من هذا الإصلاح الجديد، لأن هاد المنظومة هذه أتت بإصلاح جديد حقيقة وبرؤية جديدة لتقييم عمل الموظفين، لأن العمل قبل هذا المرسوم هذا كان جاريا بالمرسوم الملكي رقم 988-67 الخاص بالتنقيط والترقي، وكانت حقيقة الأدوات التي تمكن سواء رئيس الإدارة أو الرئيس المباشر من تقييم عمل الموظف الموجود تحت إمرته هي أدوات بسيطة جدا. ياخذنا غير التنقيط، بدأ كان واحد غياب تام لا على المستوى القانوني ولا المستوى العملي لمسألة التقييم بهذا المعنى، وكان بين قوسين التقييم يتم من خلال التنقيط، والتنقيط ذاته كان تنقص واحد المجموعة ديال المسائل بحيث أنه كان يرتكز على ثلاثة ديال المعايير فقط اللي هي المردودية والفعالية والإنتاج والسلوك توكور. وكانت النقطة حتى السلم ديال التنقيط كان محدود جدا، كان 3 على 3. هاد المنظومة الجديدة ديال التنقيط والتقييم وفي شقها المتعلق بالتنقيط أتت بمجموعة ديال المستجدات، ضمنها إقرار نقطة عددية سنوية تتراوح بين 0 و 20 عوض السلم القديم اللي كان من 0 و 3، ثم توسيع عدد العناصر المعتمدة في التنقيط من 3 ديال العناصر التي ذكرتها إلى 5، وهذه العناصر الخمسة هي إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة، المردودية، القدرة على التنظيم، السلوك المهني، البحث والابتكار. إذن كانت بعض هذه العناصر كانت موجودة في النظام القديم، مثلا السلوك، ولكن كان السلوك توكور، السلوك كان مقصود به ربما ما يرتبط بمروءة الموظف وبأخلاقه، لكن النظام الجديد حدد أكثر المفهوم ديال السلوك
وأضاف إليه كلمة المهني، السلوك المهني، حيث أننا انتقلنا من 3 ديال العناصر في النظام القديم، النظام ما قبل 2005، إلى 5 ديال العناصر اللي هي إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة، المردودية، القدرة على التنظيم، والسلوك المهني، البحث والابتكار. هذا الجديد الثاني في هذه المنظومة هذه التنقيط. ثم المستجد الثالث هو اعتماد معدل النقاط السنوية الممنوحة برسم السنوات المطلوبة للترقي في الرتبة والدرجة. اعتماد معدل النقاط السنوية الممنوحة برسم السنوات المطلوبة للترقي في الرتبة والدرجة، بحيث أنه من نافلة القول أن النقطة ومعدل النقاط هو يستخدم في كلا نوعي الترقية، سواء كانت ترقية في الرتبة من رتبة إلى رتبة، أو الترقية في الدرجة من سلم إلى سلم. ولاحتساب معدل النقاط للترقية في الرتبة، فإن عدد السنوات الواجب أخذها بعين الاعتبار هو العدد المطلوب للترقي في الرتبة حسب النسق السريع. هذا هو النص ديال المنشور، ورد هكذا. نعود هذه الفقرة ونشرحها، وجدير بالذكر إلى أنه لاحتساب معدل النقاط للترقي في الرتبة، الآن نهضروا على الرتبة، فإن عدد السنوات الواجب أخذها بعين الاعتبار هو العدد المطلوب للترقي في الرتبة حسب النسق السريع. شنو معنى هذا؟ نعلم أن المرسوم 62-344 صادف 8 جويلية 1963 حدد أنساقا ثلاثة للترقي في الرتبة: النسق السريع، والنسق المتوسط، وما كان يسمى بالنسق البطيء، والآن ولا يسمى الترقي على حساب الأقدمية، ترقي بالأقدمية. وهذا النسق، هذا الريتم، هذا الصون دي ريتم، هذه إيقاعات المنسمة أنساق، كل نسق من هذه الأنساق باش كيتحدد بمعدل النقاط المحصل عليها، بالنقطة المحصل عليها. حنا غادي نجيو وغادي نشوفوا إلا كان المشرع في المنظومة الجديدة بين قوسين جديدة اللي صدرت سنة 2005 حددنا 5 ديال العناصر، غير أنه حددنا 3 ديال الميزات، عفوا 5 ديال الميزات و3 ديال الأنساق. دائما الأنساق بقات هي النسق السريع والمتوسط والباطئ. نعطي مثال: على افتراض أن الموظف مراد ترقيته من رتبة الثالثة إلى الرابعة، كنجيو الأنساق والعمود ديال الأنساق الترقي، كنلقاو إذا كانت عنده النقطة ممتازة غادي تخول ليه الترقي بالنسق السريع، والنسق السريع بين من رتبة 3 إلى رتبة 4 هو سنتان. إذا كانت عنده نقطة تخول له الترقي بالنسق المتوسط، إذا المتوسط هنا السرعة أو النسق هنا المدة ديالو هي سنتان ونصف. وبالنسبة للنسق البطيء أو الأقدمية المدة ديالها هي 3 سنوات. هذه الأنساق بثلاثة: النسق السريع والمتوسط والبطيء. خلينا نسمعوا البطيء أحسن ما نشوف الأقدمية، إنه ربما يقدر يحيلنا على مفهوم آخر. إذن هذه الأنساق بثلاثة: السريع والمتوسط والبطيء، هذا من رتبة إلى رتبة، إحنا كنهضروا على الترقي من رتبة إلى رتبة، تتحكم فيه وتحدده النقطة أو النقط المحصل عليها أو معدل النقط المحصل عليها. إذا لم يكن عندنا موظف غادي يترقى في الرتبة من الرتبة الثالثة إلى الرابعة، إذا كان عنده معدل يسمح له بالترقي على حسب النسق السريع، غتكون عنده المدة هي سنتين. أما إذا كانت عنده نقطة تخول له الترقي على حسب النسق المتوسط، غتكون عنده المدة هي عامين ونص. لكن باش لاستخراج ذاك المعدل، قلنا بأن يجب احتساب معدل للنقاط برسم سنوات الترقي في الرتبة. المعدل كناخذو هنا مثلا عندنا سنتين، كناخذو النقاط الا كان غادي دائما كنحسبوها، دائما يمكن نخرجوا المعدل، دائما كنحسبوا كنمشيو على اساس النسق السريع ماشي المتوسط. هنا خص شويه ديال الانتباه
باش ما ننتهوش بعض التفاصيل. كيف ما كان الحال ملي غادي نجيو نستخرجوا المعدل ديال النقط المحصل عليها، دائما ناخذ بعين الاعتبار فقط النسق السريع. النسق السريع كيف ما كانت النقطه اللي محصل عليها الموظف، كيف ما كانت النسق اللي غتخول ليه، خصنا ناخذوا المعدل اللي يستخرج على حساب النسق السريع. على افتراض ان الموظف مثلا كانت عنده 18 و17 هي 35، عدد سنوات الترقي المطلوبه من 3 4 هي سنتين حسب النسق السريع، كنقسموها على جوج كتعطينا 18.5، كتعطينا 17.5 ماشي 18.5، لان 18 و17 35 كنقسموها على جوج كيعطينا 17.5. هاد 17.5 هو معدل النقاط المحصل عليه، وهي اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، ومن بعد كنشوفوا فاش من اطار غادي تنزلنا. من بعد غادي نجيو هنا غادي نلقاو هاد النقط هادي اللي من الصفر حتى ال 20 بخمسة ديال العناصر، غادي نلقاو بانها وكل عنصر ينقط على حسب واحد السلم ديال التنقيط خاص، على ان يكون المجموع النقط 20. وغادي نلقاو من بعد ان كل مساحه للتنقيط كتخول لنا الترقي حساب واحد النسق معين. هاد المسائل هذه كلها غادي نشوفوا تفاصيلها الان. بالنسبه لعناصر التنقيط وقبل ان غتكون عندنا واحد الرجعه لهذه المساله ديال كيفيه استخراج معدل النقط وبالنسق السريع، باش خصنا نرجعوا له باش نزيدوا نوضحوا اكثر. هاد الانساق او هاد العناصر الخمسه، كل عنصر عنده واحد السلم ديال التنقيط خاص به، بحيث ان انجاز الاعمال المرتبطه بالوظيفه عنده واحد السلم ديال التنقيط بين 0 و5، المردوديه كذلك بين 0 و5، القدره على التنظيم بين 0 و3، السلوك المهني بين 0 و4، والبحث والابتكار بين 0 و3. اذا مش كتعطينا 5 5 10 3 13 4 17 و3 20 نقطه. هذا بطبيعه الحال هذه سون دي بلاج كتعطيهم بين 0 و5. ماشي دائما خص انجاز الاعمال المرتبطه بالوظيفه، غادي ضروري ان الرئيس المباشر او رئيس الاداره انه يتقيد بهاد 5 على 5، لا عنده بين 0 و5، لان غادي نشوفوا من بعد بان كيفاش غادي شنو هي العناصر وشنو هي المعايير المعتمده باش مثلا في انجاز الاعمال المرتبطه بالوظيفه في هذا العنصر هذا، شنو هي المعايير المعتمده التي اقرها المشرع ويجب على الرئيس الاداره او الرئيس المباشر اعتمادها باش يعطي واحد النقطه لهذا العنصر هذا، تكون مثلا 2 على 3 2 على 5 او 3 على 5 او 4 على 5 او 5 على 5. المهم ان السلم ديال التنقيط الذي وضعه المشرع بالنسبه لكل عنصر من العناصر هو هذا، انجاز اعمال مرتبطه بالوظيفه بين 0 و5، المردوديه بين 0 و5، القدره على التنظيم بين 0 و3، السلوك المهني بين 0 و4، والبحث والابتكار بين 0 و3. لكن المشرع خلى واحد الهامش للادارات، الى تبين الاداره ما بانها ممكن تغير سلم من سلالم التنقيط هذه ديال العناصر بخمسه، مثلا تعطي الانجاز العمل المرتبطه بالوظيفه ماشي صفر، تحدد له واحد المساحه ديال التنقيط ماشي بين 0 و5 ولكن بين 0 و4 مثلا، يمكن ذلك شريطه استشاره القطاع الوصي، القطاع المسؤول اللي هو قطاع الوظيفه العموميه، وصدور قرار بذلك. وهذه المساله على مستوى التنزيل هي كاينه، بحيث ان وزاره الطاقه والمعادن حددت سلما مختلفا على هذا السلم هذا، حيث ان اعطت بالنسبه لانجاز الاعمال المرتبطه بالوظيفه والمردوديه اعطت واحد السلم ديال التنقيط بين 0 و6، بين 0 و6، والقدره على التنظيم بين 0 و3، والسلوك المهني 0 و4، والبحث والابتكار اعطته فقط بين 0 و1، يقدر يكون 0.5 او 0.25. المهم ان
سقف هذا التنقيط بالنسبه للبحث والابتكار بالنسبه لوزاره الطاقه والمعادن عندهم هو على واحد. انا جبت هذا المثال هذا فقط ليؤدل بان يمكن للاداره ان تغير هذا السلالم التنقيط الخاصه بكل عنصر من هذه العناصر الخمسه. الرئيس من مختص بتنقيط الموظف؟ مختص بتنقيط الموظف على حسب النصوص كامله هو رئيس الاداره او الرئيس المباشر المفوض له. ان كل لا في النظام الاساسي العام للوظيفه والعموميه ولا في المرسوم جوج 05367 خاص بتنقيط وتقييم الموظفين او لا بالمنشور 44 كل هاد النصوص هذه طبعا تنص على ان السلطه المكلفه بتنقيط الموظفين هي سلطه التسميه بمعنى هو دائما كتعبر عليه برئيس الاداره او الرئيس التسلسلي المفوض له في هذا الاطار هذا وفي هذا المجال. هذا بالنسبه للسلطه المكلفه بالتنقيط. بالنسبه لابان التنقيط النص يقضي بانه يجب ان تسلم لكل موظفين بطائق التنقيط لتعبئتها قبل فاتح اكتوبر من كل سنه هذا بالنسبه للموظفين المزاولين مهامهم بادارتهم الاصليه. لان كاين فرق بين بالنسبه للابان وبالنسبه لتوقيت التنقيط بين الموظف المزاول مهامه في اداره الاصليه وبين الموظف الملحق. بالنسبه للموظف الملحق مسترى غير من ناحيه توقيت اخرى هي يجب ان توجه بطائق التنقيط من الاداره الاصليه الى الاداره الملحق بها الموظف قبل فاتح شوتنبير من كل سنه. ويجب على هاد الاداره الملحق بالموظف تعبئة هذه البطاقه وارجاعها الى الاداره الاصليه قبل 31 دجنبير من كل سنه وعلى افتراض ان الموظف الملحق تم وضع لالحاقه خلال السنه يجب على الاداره الملحق بها مثلا ان الموظف رجع للاداره الاصليه ديالو في شهر ماي او جوان او جويي هذه الفتره ديال السنة بين يناير وبين جويلية يجب على الإدارة الملحق بها الموظف أن تصدر تقريرا حول نشاط الموظف خلال هذا الجزء من السنة وتوجهه إلى الإدارة الأصلية. علاش؟ لأن بناء عليه يكون عند الإدارة الأصلية واحد نظرة على نشاط الموظف خلال ذاك الجزء من السنة وكتكمل هي الجزء الثاني اللي كان مارس عندها مثلا جا من جويلية حتى أكتوبر وحتى نوفمبر وقت إصدار بطائق التنقيط كتكمل بهذا الجزء الثاني وكتعطيه هي التنقيط في السنة اللي رجع فيها لممارسة مهامه بإدارة الأصلية ووضع حد لإلحاقه الإدارة الأصلية هي التي تنقطه في هذه الحالة. هذه قلت بأن العناصر الخمسة هذه اللي كينقطها طبعا هي السلطة المكلفة بالتنقيط بالنقطة العامة للموظف بتنقيط الموظف إما رئيس الإدارة المعني بالأمر أو من فوض له ذلك أو دائما بطبيعة الحال كيكون رئيس مباشر إنما واحد في هذا الجوج إما الرئيس المباشر اللي عنده تفويض من رئيس الإدارة أو رئيس الإدارة ولكن طبعا بعد أخذ رأي الرئيس المباشر لأنه هو اللي كيتبع نشاط الموظف بشكل يومي هو اللي يمكنه تقييم نشاط الموظف لأن التنقيط ما هو إلا جزء من تقييم نشاط الموظف. هنا نرجع لمناخ التنزيل. دابا جينا لمناخ التنزيل. هذه المسائل كلها جميلة ومحددة وهي محددة أيضا بشكل أكثر دقة. هذه المسائل هذه ديال هذه العناصر الخمسة إنجاز الأعمال مرتبطة بالوظيفة المردودية القدرة على التنظيم السلوك المهني البحث والابتكار ماشي جات هكذا وتنزلت وغادي يجي الرئيس المكلف بتنقيط الموظف اعتباطا وغادي يعطي لهذه 4 على 5 هذا 5 على 5 هذا العنصر هذا 3
على ثلاثة والعنصر إلى آخره. لا، يجب المشرع هنا وضع واحد المجموعة ديال المعايير ومجموعة ديال المؤشرات لكل عنصر من هذه العناصر، مجموعة ديال المعايير ومجموعة ديال المؤشرات لكل عنصر من هذه العناصر. طبعا في هذا الحيز الزمني هذا ماش يمكن نستعرضوا العناصر الخمسة، لأن احنا دابا استهلكنا النص ديال الوقت، باقي احنا غير في واحد الجزء من 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 التنقيط. غادي ناخذوا هنا عنصر واحد وغادي نطلعوا على المعايير ديالو وعلى المؤشرات ديالو، لان هذه هاد بنسميو خارطه الطريق اللي وضع المشرع، اللي وضع المشرع من خلال الدليل، ما كاينش هي في النص، هي من خلال الدليل ديال تنقيط وتقييم الموظفين، ومن خلال ايضا القرار اللي صدرته السلطه المكلفه ان ذاك بتحديد القطاعات العموميه، اي سلطه ديال الوظيفه العموميه، من خلال القرار ديال الوزير تحديد القطاعات العموميه انذاك رقم 1725-06. وكل هاد ان شاء الله هاد الوثائق هذه ساضمنها ملفا ابعث به اليكم ان شاء الله الرحمن الرحيم في بحر الاسبوع القادم ان شاء الله الرحمن الرحيم. قلت اذا غادي ناخذ واحد العنصر كنموذج، ناخذ عنصر كنموذج اللي هو غادي نشوفوا شنو هي المعايير وشنو هي المؤشرات ديالو، لان هاد المعايير وهاد المؤشرات هي اللي يتقيد بها الرئيس المباشر. حنا هنا ناخذ كمثال رئيس مباشر، ولكن قد الرئيس المباشر للموظف خصو يوضع امامه كخارطه وعلى اساسها وعلى هديها كيوضع النقطه الخاصه بكل عنصر من هذه العناصر. إذا خدينا مثلا العنصر الأول إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة، إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة، وقلنا بأن سلم التقييم ديالها هو بين 0 و5، كيخص هنا الشخص المكلف بالتنقيط يستحضر مجموعة ديال المعايير هنا اللي وضعها المشرع، اللي هي 4 ديال المعايير، وكل معيار عنده واحد المجموعة ديال المؤشرات. ناخذ المعيار الأول اللي هو استعمال المعارف الإدارية والتقنية والمهنية. أول معيار من معايير العنصر ديال إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة، أول معيار هو استعمال المعارف الإدارية والتقنية والمهنية. طبعاً المعارف الإدارية والتقنية والمهنية التي يتوفر عليها الموظف، باش غادي يعرف أولا شنو هي المقاييس، شنو هي المؤشرات اللي غادي تعطي الرئيس المباشر بأن هذا الموظف هذا عنده هذا المعيار، توفر على المعيار هذا، المعيار متعلق بالمعارف الإدارية والتقنية والمهنية. هذه المؤشرات هي متعددة، كاين ضمنها الإلمام بالنصوص والقوانين والأنظمة والمساطر وتقنيات العمل، الإلمام كذلك بالمعلومات الإضافية الضرورية لإنجاز الأعمال المرتبطة به المسؤولية التي يمارسها الموظف أو بالمهمة التي يمارسها الموظف، القدرة على استعمال المعلومات الإدارية الخاصة، القدرة على استعمال المعلومات الإدارية الخاصة، بمعنى أن هذا الموظف هذا بالإضافة إلى إحاطته باللوائح التنظيمية التي تؤثر العمل الذي يمارسه المهمة المكلف بها، يكون عنده أن بلس هو تكون عنده القدرة أيضا على استعمال بعض المعلومات الإدارية الخاصة التي تمكنه من ممارسة عمله بيسر وسلاسة ودقة وإتقان. إذن هذه هي المؤشرات المتعلقة بالمعيار الأول دائما في إطار العنصر ديال إنجاز العمل مرتبطة بالوظيفة. فقط أود أن ألتمس منكم أن تعيروا اهتمامكم وتركيزكم لهذه المسائل هذه، إن هي شوية كثيرة ومازلنا أقتصر فقط على الأهم منها لكي لا نتيه، ولكن الرسالة اللي بغيت نوصل لكم بأن المسألة ديال تنقيط وتقييم الموظفين ليست بالسهولة التي نتصورها أو التي تمارس، ليس بالطقوس وبالممارسات التي نعيشها ونعلمها جميعا، لأن كاملين كنعرفوا المناخ
لكي تدوز في العملية ديال التنقيط، في حين أن من خلال هذه المقتضيات التي وضعها المشرع أراد التنقيط بأنها تكون واحد المرحلة مهمة في السنة، مهمة وتكون عندها انعكاسات لا على المردودية ديال الموظف، وبالتالي الانعكاس الأهم هو المردودية على أداء الإدارة العمومية بصفة عامة. لكن طبعا هنا راه ما كنوجوش لهم حتى شي طرف من الاطراف، لا الموظف ولا الشخص المكلف بالتنقيط ولا الاداره، لان كل واحد عنده واحد جزء من المسؤوليه في عدم تنزيل هذه المنظومه بالشكل الذي اريد لها. لان يجب ان نستحضر بان هذه المنظومه رجت فجائيه حقيقه، بين عشيه وضحاها اريد لهذه المنظومه هذه انها تغير واحد الواقع، حيث أن بين فاتح ذو جنبير النظام القديم وبين بين سنة 2005، لأن المرسوم دخل حيز التنفيذ حتى 2006، فأظن فبراير 2006 دخل حيز التنفيذ. قلت إذن بين 2005 وما قبل 2005 وبين 2006 أرى تقريبا واحد المنعرج ومنعطف ديال 360 درجة بين عشية وضحاها، وما يمكنش، لأن المسألة كان خاصة تمشي بالتدريج عبر مراحل بتهيئ المستلزمات والأدوات اللازمة، لأن هذه المسائل كلها خاصة بداية خاصة أدوات، ضمن أهم الأدوات بعد خاص يكون عندنا واحد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات. والدلائل المرجعي للوظائف والكفاءات آنذاك كان لم يصدر المنشور ديال الوزير الأول بخصوصها إلا سنة 2004، وكانت معظم الإدارات لا تتوفر بعد على هاد الأدات اللي هي الأصل، اللي هي خارطة الطريق أصلا. ما يمكنش تدير واحد، ما يمكنش تنقد أو تدير تقييم للموظف إلا ما عندكش بداية البطاقة التوصيفية اللي المهمة التي يقوم بها وبطاقة المنصب، لا فيش دو بوست ولا فيش ميتي، وهادو كاملين إذا ما كانش عندك الدليل المرجعي اللي هو أهم أداة راه ما يمكنش تنقد. ونحن نعلم بأن على الأقل في الجماعات والتربية وعلى الأقل اللي كنعرفه بأن الحد السعر ما لا وجود لهذا الدليل. هاد البطائق بدأت شوية الانتشار ديالها إلا من بعد ما في سنة 2016 بمناسبة فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية، وكذلك سنة 2020 كتكون مناسبتية فقط، لأن المسطرة توجب ذلك، توجب أن خصك دير واحد البطاقة وصفية للمنصب المتبارة أو المتبارة حوله ونسميه بعد. إلا أنه في التنقيط والتقييم رهنا هذا هو المجال الأمثل والميدان الأمثل والضرورة الأكثر إلحاحا باش نستخدموا هذا الدليل باش يكون عندنا. إذن واحد من المعوقات إلى ممكن حرق المراحل ونوصلوا للآخر، واحد من المعوقات ديال عدم تنفيذ هذه المنظومة وتنزيلها على أرض الواقع هو غياب هذه العادات المهمة أساسا اللي هي الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، اللي قلت هي مصنفات فيها بطائق دفيش وبطائق ديال توصيف المهمة بشكل دقيق لكل مكلف بمهمة بوظيفة معينة، بحيث كنلقاو من المدير من منصب ديال المدير المهمة التي يمارسها، مرورا برؤساء المصالح والأقسام بالنسبة لبعض الإدارات والجماعات الترابية الأخرى، رؤساء المكاتب، من بعد كندخلوا في كل مصلحة مصلحة كناخدو كل واحد مكلف بمهمة معينة وتوصف مهمته والوظيفة التي يمارسها بشكل دقيق، حتى المهمة ديال الشاوش، حتى المهمة ديال السائق، حتى المهمة ديال الميكانيكي، حتى المهمة ديال لافام دو ميناج. طبعا هادو كلهم وظائف وكلهم يجب توصيفهم، لان علاش خص مني غادي يبغي الرئيس المباشر ينقد موظف معين؟ يجب أن يضع أمامه ونصب عينيه
هذه البطاقة اللي خاطر خارطة الطريق، لأن هي بهاد حيت شنو المراد؟ قلنا بأن هاد المنظومة كلها جات باش تنزل واحد ثقافة جديدة التي تنبني على التدبير المرتكز على النتائج وعلى الأهداف. وما يمكنش الرئيس مباشر أنه يكون عنده واحد أداة لقياس الفارق بين العمل المقدم الذي مارسه الموظف خلال تلك السنة وبين الأهداف أو النتائج التي حققها. ما يمكنش إن ما عندوش هاد لافيش هادي، ما يمكنش. لأن واحد من المعوقات الأساسية هي هاد المسألة هاد. إذا قلت هذا بالنسبة للمعيار الأول في إطار العنصر المتعلق بإنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة، اللي هو معيار استعمال المعارف الإدارية والتقنية والمهنية. وقلت عنده واحد ثلاثة دي المؤشرات. المؤشر الأول هو الإلمام بالنصوص، النصوص القانونية طبعا. المؤشر الثاني هو الإلمام بالمعلومات الإضافية الضرورية لإنجاز الأعمال المرتبطة بالمهمة التي يمارسها أو بالوظيفة، ثم القدرة على استعمال المعلومات الإدارية الخاصة. المؤشر الثاني هو جودة العمل، جودة العمل، العمل الذي قدمه الموظف الخاضع للتنقيد خصو يكون جيد. ولكن شنو المؤشرات اللي بمقتضاها غادي تمكن الرئيس المباشر المكلف بتنقيد الموظف أنه يحكم على العمل الذي قدمه الموظف بأنه جيد؟ المؤشرات هي التالية، مؤشرات ديال المعيار جودة العمل هو المعيار الثاني، هو الاهتمام والاعتناء بتنفيذ المهام المرتبطة بالوظيفة، الاهتمام والاعتناء. بمعنى شنو هي رؤية الموظف الممارس للمهمة التي يمارسها؟ واش عنده في مرتبة أولى وقبل كل مسألة أخرى؟ واش عنده في مرتبة ثانية؟ واش شنو الاهتمام اللي كيعطي له؟ الاهتمام والاعتناء. المؤشر الثاني هو إنجاز العمل بشكل متقن، إنجاز العمل بشكل متقن. المؤشر الثالث هو الإنجاز السليم للمهام بالدقة المطلوبة مع تجنب الوقوع في الخطأ، ماشي عدم الوقوع، تجنب بمعنى أن الموظف كيدير كامل جهده، كيحس الرئيس المباشر بأنه بالفعل هذا الموظف هذا من الهموم ديالو أنه كيتجنب الوقوع في الخطأ. هذا المؤشر الثالث الخاص بمعيار جودة العمل. إذا الآن شفنا جوج ديال المعايير في إطار العنصر الأول، وكل عنصر كل معيار عنده مجموعة ديال المؤشرات. المعيار الأول قلنا هو استعمال المعارف الإدارية والتقنية والمهنية. المعيار الثاني هو جودة العمل. المعيار الثالث هو احترام الآجر، احترام الآجر. وهنا كنت هضرت قبل قليل على مسألة ديال البطاقة التوصيف والدلائل في إطار الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وقلت بأن هذه البطاقة تمكن الرئيس المباشر المكلف بتنقية الموظف من مجموعة ديال الآليات وديال الأدوات. ضمنها أيضا كتكون عنده أنك تكون عنده واحد شنو المجموعة ديال المهام لي طاش اللي كتفرع على 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 تلك الوظيفة التي يمارسها. وبالتالي ملي كيكلف الموظف بمهمة معينة والقيام بعمل معين، كيكون عنده ممكن يحدد الأجال ديال ممارسة تلك الوظيفة أو تلك المهمة التي كلف بها الموظف. المعيار الثالث هو احترام الأجل. شنو المؤشرات ديالو؟ هو إنهاء العمل المطلوب داخل الأجل المحددة، هذا المؤشر الأول. السرعة والدينامية في العمل، مؤشر الثاني. المؤشر الثالث هو إنجاز العمل بانتظام واستمرارية، إنجاز العمل، إنجاز العمل ماشي إنجاز المهمة، ماشي لطاش، إنجاز العمل بمعنى أن العمل ديالو سمته هي هذه،
هي الانتظام والاستمرارية. كلما مثلا كلفه افرضنا ان المهمة تتمثل في معالجة ملف معين، كلما كلف بملف معين دائما في انجاز عمله يستحضر هذا المؤشر هذا، هو انه ينجز عمل بانتظام واستمرارية. هذه سيمة عمله وسيمة طريقة ممارسته لعمله. إذن هذا المؤشر الثالث هو احترام الأجل. المؤشر الرابع هو القدرة على تشخيص وحل المشاكل. القدرة على تشخيص وحل المشاكل، شنو مؤشرات دياله؟ والقدرة على تحديد المشكل وتشخيص الوضعية في علاقتها مع المهام المنوطة به بالموظف. القدرة على تحديد المهام، القدرة على تحديد المشكل وتشخيص الوضعية في علاقتها مع المهام المنوطة بالموظف. القدرة على إيجاد الحلول والبدائل، مش فقط عنده القدرة على التشخيص وإنما أيضا القدرة على حل هذه المشاكل. ثم القدرة على تحليل التكاليف والفوائد والحلول والبدائل. إذا دابا تصوروا هذا عنصر واحد عنده 4 المعايير تقريبا ب 12 مؤشر او 13 مؤشر في المجموعة. وبالله عليكم انا يا ريت نلقى شي موظف اللي بالفعل خلال التنقيط ديالو ان البطاقة ديال التنقيط تخضع لهذا الدقة في سميتو في ممارسة هاد ماشي الشعيرة ولكن ممارسة هذه المسطرة، مسطرة التنقيط، في ممارسة مسطرة التنقيط. إذا كان عنصر واحد، إن هنا بغيت غير نوصل شنو الهالة الحقيقية ديال التنقيط والتقييم. إحنا الآن في هذا الموضوع ما دير بقينا في التنقيط، ولا أظن أننا سننتقل للتقييم، إن الوقت يداهمنا ولا جينا ندخلوا التقييم غادي نبقى حتى ال 11. لذلك أنا من دابا اقترح عليكم ان المساله ديال التقييم نخليوها الاسبوع الماضي الاسبوع القادم ان شاء الله اذا كان عندكم استعداد وكنتم ترغبون في ذلك. هذا عنصر فقط من عناصر التنقيط، بواحد المجموعه ديال المعايير، واحد المجموعه ديال المؤشرات طبعا لممارسه هذا المسطره، مسطره التنقيط بهاد النظرة وبهاد الرؤية وبهاد الدقة. خصنا طبعا واحد مناخ خاص ديال التنزيل، مناخ الخاص بالتنزيل طبعا لا يمكن أن يتأتى إلا بتوفير الأدوات اللازمة، ولعل أهمها على الإطلاق هي الدلائل المرجع الوظائف والكفاءات. والمشي ما كيناش، المشي ما كيناش بالنسبة للوزارة الداخلية، وبالنسبة للجامعات الصوروية بصفة أخص، جماعة الطرق بصفة أخص، لكن دليل مرجع الوظائف والكفاءات على مستوى عالي من الدقة صدر منذ سنة 2012، لكن ثقافة الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات هي اللي بقى ما عندناش حقيقة. وكل هذا ينعكس سلبا على الأداء داخل الإدارة العمومية وداخل الجماعة الترابية، ينعكس سلبا، لأن المراد من هذه المنظومة هذه كما أسلفت في أكثر من مناسبة هو أننا نرقى ونرتقي بأداء الإدارة العمومية والجماعة الترابية بالتالي. لأن إذا كان عندنا موظفين طبعا يخضعون لهذا النظام ويخضعون لهذا الثقافة في التنقيط وبالتالي في التقييم كيف غنشوفوا من بعد، رابطة بالحادة معنى هذا أن عندنا موظف يتم تشخيص عمله، موظف يتم مواكبة عمله، يتم معالجة نقاط ضعفه، وموظف يحفز على نقاط قوته، وموظف أيضا كتسمح لنا هذه المنظومة هذه ديال التنقيط باش أننا إما نخضعه لحركية معينة أو للتكوين
على أساس أن يكون عندنا أيضا حتى تكوين يكون نظامي، أنه واحد من أهم الأهداف هاد تشخيص. بس المسألة كلها هذه تشخيص لأداء الموظف، تشخيص بأداء الموظف، حيت التنقيط ما جاش فقط كمعيار للترقي، الآن احنا كناخدوه حقيقة ونمارسه فقط كأداة للترقي، سواء الترقي في الرتبة أو الترقي في الدرجة، ولكن على حساب هذه المنظومة كما وضعت وكما أريد لها حقيقة. رأى المراد هو أننا نشخص الأداء ديال الموظف، لأن علاش المشرع أضاف الشق الثاني ديال هذه المنظومة اللي هو التقييم، وتقييم حتى هو بحر آخر بمقومات أخرى وبمناخ للتنزيل، شنو نقول لك، مناخ التنزيل أكثر غيابا على المناخ ديال التنقيط. إلا كنا الآن دابا على الأقل واحد الجزء المنظور جزء المادي على الأقل على مستوى سلم التنقيط والشراء يمر كما أريد له، على الأقل من ناحية ديال النقاط، من ناحية ديال النقاط بصفر على 20 كنحترم واحد المجموعة ديال، ولكن هل نستحضر هذه المعايير وهذه المؤشرات لتنقيط كل عنصر من هذه العناصر؟ طبعا كل واحد وربما نلقاو المسألة هذه في المداخلات من بعد، ربما كاين بعض المبررات وبعض ربما اللي خلت هذه المنظومة هذه لا تخرج الحيز التنفيذ ولا تنزل على أرض الواقع كما أريد له. قلت هذا ما استعرضته قبل قليل بالنسبة للمعايير والمسمات، فقط بالنسبة لعنصر واحد كاين مازال عندنا بعض المردودية والقدرة على التنظيم والسلوك المهني والبحث والابتكار. نحت الابتكار هنا راه عنده معنى آخر، ماشي بمعنى الاختراع، وكان عنده بالفعل هنا حتى هو عنده مؤشرات وعنده معايير وعنده كل هذه المسائل يجب أن تستحضر عند تنقيط الموظف وعند تقييمه. كما تلاحظون داهمنا الوقت حقيقة، أن الحديث في هذا الموضوع هذا راه دو سجون، وما يمكنش أمر على مسألة تقييم مرة الكرام، لا سيما أن هذا العرض إن شاء الله ستتلوه مداخلة للأخ السي محمد شرقة التي يكمل فيها بعض المتعلقات بالعرض الذي قدمه حول منظومة الأجور. إذن باش نخلي واحد المتسع من الوقت، الآن أفسح لكم المجال لتلقي تعقيباتكم واستفساراتكم إذا كان عندكم استفسار، ولتلقي ملاحظاتكم وبعض اقتراحاتكم أيضا حتى بالنسبة للموضوع الشق الثاني ديال هذا العرض هذا المتعلق بتقييم الموظفين، والذي أقترح عليكم أننا نعالجه في خلال الأسبوع القادم يوم السبت القادم إن شاء الله الرحمن الرحيم، على اعتبار أن خلينا دائما بين عرض وعرض واحد السبت فارغ تحسبا لما قد يفاجئنا، إما أننا ما نمكنوش أننا نسمو، لأن بغينا أساسا من هذه العروض أساسا هو أن نوصل الفكرة كما هي، ما بغينا غير على عناوين تستعرض، لكن بغينا نعمق النقاش في المسائل حتى إذا ما انتهت الدورة كنكون إن شاء الله الرحمن الرحيم خرجنا بواحد الحصيلة إيجابية. إذا إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى أشكر لكم كريمة انتباهكم وأفسح لكم المجال للتعقيب والمداخلة. شكرا أستاذ الفاضل سي المختار على هذا العرض الأكاديمي الذي تناول فيه بتشريح منظومة تنقيط وتقييم الموظفين انطلاقا من مختلف النصوص المؤثرة لها، ولعل أبرزها المرسوم جوز 05/13/67 بتاريخ جوز 12/2005 الذي وضع نظاما جديدا لتنقيط وتقييم الموظفين من خلال اعتماد سلم جديد للتنقيط من 0 إلى 20 عوض من 0 إلى 3 على أساس 5 معايير هي إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة، العنصر الأول،
أو العنصر المعيار الأول، المعيار الثاني المردودية، المعيار الثالث القدرة على التنظيم، المعيار الرابع هو السلوك المهني، والمعيار الخامس والأخير هو البحث والابتكار. وتطرق لمختلف المعايير والمؤشرات التي يتم على أساسها تنقيط الموظف، معطيا كمثال عنصر إنجاز أعمال مرتبطة بالوظيفة. وفي حقيقة الموضوع دسم جدا ويحتاج بأكيد إلى حصة ثانية إن شاء الله في الأسبوع المقبل للحديث عن التقييم، ولو أن التنقيط حتى هو راه مازال فيه ما يقال. إذن هنا نفتح المجال للإخوة الكرام اللي بغاو يدخلوا، مرحبا. سي سعيد، بالنسبة للإخوة اللي بغا يدخل، شكون ممكن من الإخوة والأخوات يعني إلى عندهم فالإدارة اللي كيمارسوا بها المهام ديالهم؟ نعم، مناخ آخر ربما اللي هو أكثر قربا لتنزيل المنظومة كما على الأقل بواحد نسبة معينة، يا ريت أنا مكرهش ناخذوا بعض التجارب ديال جوج الحالات أو ثلاثة بالنسبة للتنقيط، عملية التنقيط كيف تأمر؟ نعم، معنا السي مصطفى قمري من مقاطعة مرشد. أيه، ناخذ التجربه ديالو الا كان ممكن. سي مصطفى، ايه سي مصطفى تفضل. سي مصطفى كذاك سي رشيد الا كان معنا، راه كنقلب عليه، كان معنا قبيله دابا ما باش ليا. سي مصطفى تفضل. لا رشيد معنا، سي رشيد بن حسن الا كان ممكن تدخل. سي رشيد، كاين شي آية دي مرفوعة؟ سي سعيد، سي محمد، نعم، مكاينش آية دي مرفوعة لحد الآن، ولكن كاين واحد جوج أسئلة مكتوبة. تفضل. نعم. واحد جوج إخوان، السي عبد الهادي عمال كتب جوج اسئله. السؤال الاول ماشي جوج اسئله ولكن جوج مداخلات. نعم. كيقول لك لا اظن استاذي ان هناك موظف يطبق هذه المعايير وخصوصا على مستوى الجامعات المحليه، وكذلك قال بان استاذي المحترم كيف لرئيس الاداره لا يكتب ولا يقرا ان يقوم بتقييم وتنقيط موظف وخصوصا رؤساء الجامعات القرويه. هذو جوج مداخلات ديال السي عبد الهادي الى ممكن انهم يتناقشوا. نعم، نعم، ايه. لا بصح حنا نقر بان ماشي مثل جامعه قرويه، نقر بان المنظومه غير منزله بالشكل المراد لها في اي جامعه ترابيه وربما في اي اداره. لان شنو الهدف من هذه العروض؟ هذه العروض الهدف منها ماشي فقط توصيف الواقع كما هو، كان ممكن نرى نجيو نقولوا كيفاش كدوز العمليه ديال التنقيط وكل يعلموها. نعم، لكن الهدف من هذه العروض هذه هو هدف تقويمي اساسا، تقويمي واطلاع العموم على ما ينبغي عمله، لان هذه ماشي نصوص ادبيه اللي فيها مشاعر خاصه ديال اسمه فيها واحد اتجاهات، فهذه نصوص قانونيه ولوائح تنظيميه لم تصدر الا لتفعل، إلا لو تفعل بطبع مني ما كتفعلش كان نبحث على فين كاين الخلل. واحد من الاختلالات التي رصدناها وتحدثت عليها هو غياب واحد الأداة مهمة من أدوات تفعيل هذه المنظومة اللي هي الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات. في غياب البطائق التوصيفية للوظائف راه ما يمكنش تمر هذه العمليات، ما يمكنش لن يكتب لها النجاح. ولو عندنا هنا
عندنا وضع هنا المشرع واحد المجموعه ديال المعايير لكل عنصر، وكل معيار وضع له واحد المجموعه ديال المؤشرات الى اخره. لكن كاين واحد المساله مهمه على اساسها كيجرى التنقيط وكيجرى التقييم كذلك، هي بالاستعانه بالبطاقه التوصيفيه للوظيفه. هنا بين الرئيس المباشر اساسا، الرئيس المباشر وبين الموظف وضع ما يمكن تسميته واحد البرنامج سنوي كحدد فيه الخطوط العريضه انطلاقا من مهمه الموكله للموظف معين، كحدد فيه الخطوط العريضه وكحدد فيه واحد السقف ديال 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 النتائج المرجوه من ممارسه هذه المهمه هذه، بالاستعانه بالتفاصيل اللي كاينه في البطاقه. وملي كيجي في التنقيط كيوضع امامه ما تم انجازه دائما بالرجوع لديك البطاقه، وما لم يتم انجازه. هذا هو كنقولوا الفارق بين الحصيله وبين النتائج والحصيله المراد الوصول اليها. هذه البطاقه هي التي تمكننا من رصد هذه الحصيله. ملي كنرصدوا هذه الحصيله، وهنا هذا هو الاهم، هذا هو بيت القصيد، ملي كنرصدوا هذا الفارق، علاش هذا الفارق بقى في التطبيق، علاش كنرجعوا للطريقة التي يمارس بها الموظف أو الشخص الموظف، أو نرصد الخلل فين كاين، واش المهمة التي أوكلت له لا تنسجم مع مؤهلاته، واش بالفعل يمكن ممارسته ولكن يجب أن يخضع لتكوين بشكل أعمق إلى آخره. هذا دونك هذه المسائل كلها، هذا هو المراد من هذه المنظومة كلها، وهذه المنظومة كلها نكتسب لها النجاح. إلا أما على مستوى رؤساء الإدارات، رئيس الاداره، حنا كنعلم بان راه اللي كينقطوا حقيقه هو الرؤساء المباشرين، هم الرؤساء المباشرين على الاقل، يعني ما كانش هو عطيه تصويت كيعشر، ومن بعد النقطه النهائيه راه كيديرها الرئيس، رئيس ديال الاداره او رئيس الجماعه، رئيس المجلس الجماعي ديال جماعه معينه، بناء على ما تم افاده بها من في البطاقه وتاشيره الرئيس المباشر. إذن حقيقة هنا راه ماشي الرؤساء ديال الجماعات هما اللي كي، اللهم إلا قدر يدخل رئيس مجلس جماعي معين في تنقيط موظف معين، إلا كان عنده بالفعل شي حاجة معه وينقطه هو نيت بناء على معطيات أخرى ولا بعيد على اسمه، وإنما التنقيط الإداري المحض هو الذي ينبغي أن يجري على هدى هذه المؤشرات وهذه العناصر وهذه المعايير. نعم سي جمال تفضل، كاين رفع يدو سي جمال الكحل. شكرا. كنشكر الاساتذه على هذه الندوه وهذه المداخلات ديالهم فيما يخص بان اول مره ماشي التنقيط كيتم في جماعه القرويه، وهو ان الموظف المكلف بشؤون الموظفين كيملي عندك بطاقة تنقيط 19 18 18، كيمشي هكاك بلا ما يعرف بلي أن هناك عناصر الخمسة كما تفضلوا الأساتذة ديال التنقيط، بلا ما يعرفوا بلي أن هناك جدول والمؤشرات ولي ماتريس، علاش غادي نقط لهذا الآخر. إلا أن الإشكال اللي هو مطروح كما طرح بعض الإخوة، لأن التنقيط بعض الأحيان يتم على فيه محسوبية وزبونية وما يخدعش هذا التقييم. أنا كنقترح هذا التقييم مثلا يكون يتوضع من طرف واحد اللجنة متخصصة، مثلا لجنة داخل الإدارة اللي يشتغل فيها الموظف، واللي توقف على قدرات ديال هذا الموظف والمعرفة دياله ونقاط الخلل، وتوجهه لما يجب عليه القيام به من أجل تجاوز بعض النقص كما تفضل الأستاذ المؤطر في التكوين والمعلومات الإدارية اللي يفتقد لها الموظف. ومن خلال هذاك التقييم يتم توجيه، يقوم بعمل يحتاج التوجيه والنصح التقويم ديال هذاك الموظف باش يستوعب المهام اللي كتسمد ليه القيام بواجبه. نعم. ومن بعد من خلال هذاك التقييم وهذاك الشيء كنوضعوا هذيك العناصر اللي قلنا اللي كاينه العناصر الخمسة، ونشوفوا هذوك المؤشرات كل نقطة نحطوها في الخانة ديالها ليستحق هذاك. احنا ماشي ضد الموظف، ولكن ملي كنعطيو التقييم الحقيقي ديال داك الموظف
خصو يتحفز باش انه يزيد يطور من المهمات الاداريه والمعارف ديالها التقنيه، وباش تكون واحد الجوده داخل الاداره، ماشي نعطيو داك التنقيط ان هذا من جهتي ولا غير باش يدوز باش ينجح كما نقولوا، لان هذاك التنقيط الحين لما كانش يستاهلوا ذاك الموظف حنا احنا في حقه ارتكبنا واحد الخطا، وباش نكونوا بحال هكا نمشيو بديك الطريقه لكل حسب عمله ولكل حسب طاقته، لان هذاك التقييم هو اللي في الحقيقه غادي يعطينا واش هذاك الانسان كيستحق مثلا بحال ديك الساعات الاضافيه الى خدمها ولا شي حاجه، واش يستحق مثلا ديك الاعمال الشاقه والملوثه، واش يستحق باش ياخذ حتى ديك التحفيزات الماديه، واش يستحقها ولا ما يستحقهاش. وشكرا. مرحبا. بالفعل اخ، الافكار التي اوردت هي تنسجم مع واحد التقرير الذي اصدره المجلس على الحسابات سنه 2017 بخصوص الوظيفه العموميه وفي الشق المتعلق بالتنقيط والتقييم. في التنقيط حقا اورد هاد وضمن التوصيات، ان من بعد ما رصد الاختلالات وهي كثيره وربما نتطرق اليها في العرض القادم ان شاء الله، فالتوصيات اوصى بان هاد المنظومه ديال التنقيط ما خصش يبقى الهدف منها فقط هاد الترقيه الاوتوماتيكيه، تكون ترقيه ولكن تكون ترقيه بمنظورين، ان باش يكون عنده معنى اما التنقيط قد يؤدي، وهذه المساله ما غتعجبناش وما تعجبش الموظفين كاملين، الى قهقره الموظف اللي مرصود عنده واحد المجموعه ديال نقاط الضعف، وفي المقابل قد تؤدي الى الترقيه الاستثنائيه علاوه على الترقيه النظاميه ديال الموظف الذي احسن عمله والذي يقوم به على احسن وجه ممكن. هنا في هذه الحاله غد تولي النقطه بالفعل عند ذاك المدلول التقييمي، ماشي فقط ما خصناش نبقى نربطوها بالترقيه، ان النقطه هي التي قد تؤدي او ينبغي ان تؤدي اما الى تجويد العمل، ستحفز الموظف على تجويد عمله، والموظف الذي ربما لرصد الرئيس المباشر دياله أنه لم يقم بالضروري لتحسين عمله إلى آخره، وقد هنا غادي يفيقوا بواحد ربما بواحد الإجراء قدر يكون قاسي، مثلا الخاخرة في رتبة معينة إلى الرتبة التي ما قبلها مثلا، باش فالقادم من ممارساته ربما غادي هنا يكون مضطر أكثر لتحسين عمله، والموظف الذي أجاد العمل دياله نحفزوه بترقية استثنائية. هنا باش تكون أما مسألة تكون لجنة، بالفعل هو في التقييم اللي كناخذ تقييم بصفة عامة ماشي كما ورد في النص، بصفة عامة هو تقييم في بعض المؤسسات لا سيما المؤسسات الخاصة، قد يقع بواسطة قد يجري بواسطة لجنة داخلية داخل مؤسسة، قد تقوم به الجهة المخصصة حتى المختصة بافتحاز الداخلة على اعتبار أن المفتحز الداخلي المفروض فيه أنه كيكون يجيد واحد المجموعة ديال الممارسات داخل مؤسسة معينة، وقد يلجأ أيضا حتى لبعض المكاتب الخارجية خاصة بالافتحاز والتقييم، هي التي تجري تقييم المسألة بالفعل خصها اجتهاد وخصها، لكن احنا دابا ما يؤرق حقيقة هو باقي ما بديناش حتى في الممارسة باش غادي نهضروا على تحسين الممارسة. هذه المسألة ديال التقييم راه لا تتم. انا وفضيت جيل الحديث على تقييم العرض القادم، ولكن المسألة هي المنظومة كاملة، لان المنظومة كما اسلفت الشقين ديالها متلازمين، تنقيط وتقييم. لا ما زالت وهذه 16 سنة تقريبا ما زالت لم تمارس ولا تمارس بالشكل المطلوب وكما نصت عليه اللوائح والقوانين التي تؤطر هذه المنظومة هذه. نعم وشكرا لك سي جمال. كان إذا كان ممكن غير تطلع هنا على الجماعة اللي كتنتمي لها باش نعرفوا الإخوان اللي معنا. جماعة الفريطة إقليم قلعة السراغنة. مرحبا لك. مرحبا. شكرا. بارك الله فيك. سي مصطفى تفضل. سي مصطفى اكتيفي الميكرو. السلام عليكم.
عليكم السلام. سي متغاديم، سي شرفة. السلام عليكم. سي سعيد قروان، جميع الحضور. وربما قيل توجهت بشي سؤال قبيلة سي محمد ياك؟ لا، كنا بغينا اللي يدخلوا باش يشوفونا يحكيونا على التجربة ديالهم. ربما سي متغاديم كنت تتسائل على طريقة باش تخدموا. أيه، أبغى ناخذونا مادي شي. احنا ربما في المقاطعة ديالنا الطريقة الكلاسيكية وجميع المقاطعات وجميع الجماعات ربما في شهر 9 وشهر 10 تجمع تنصوبوا حنايا ماشي تنسلموا الموظف هذا هو تصوب البطاقة ديال التنقيط تنصيبوا رؤساء المصالح من أجل التنقيط ديال الموظفين التابعين لهم من ثم تنقطوا وتيرجعوا من هنا. السؤال مطروح السي منتظم هو هذا المسطره اللي سبقتي تكلمتي عليها لو تم تطبيقها وانا متاكد انها تطبق حتى شي جماعه تطبق صافي ان لو تطبقت لرأيت ان جميع الموظفين راه ربما السي محمد غادي جميع الموظفين غيترقاو بالترقيه البطيئه النسق البطيء لان لأن غادي يكون القهقرة لا القهقرة ما كيناش يعني غيبقى داك الشيء حنا كما تنقولوا خدامينا بالأقدامية نعم لأن إلى جينا نشوفوا هذيك المسألة ديال دوك العناصر الخمسة اللي سردتيها السي متغاديم نهضروا على الابتكار يعني العنصر ربما الأخير ياك البحث والابتكار نعم البحث والابتكار بالنسبة أنا ما غاديش نقلل من دوك الأطر بالنسبه للشاوش ودوك يعني احنا ما نهضروش على شيء الان نهضروا على شيء 5 ولا شيء 6 كاع شيء 5 ما نبقاش نتكلموا عليه ياك نعم هادو واش تنصادر ان غتتنقط تعطيه مثلا غادي يبتكر لك ولا غادي يعني هذيك العنصر ديال الابتكار يعني ربما كانت هذيك العناصر الخمسه ربما تتناسب مع الناس مع الاطر العليا الاطر المتوسطه وداك يعني صعيب انك تطبق فهمتيني السي متنقش بغيت لا فهمتك 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 نعم خطه التنظيم شكون واش غادي النقطه انت غتعطيها من صفر لثلاثة التنظيم فاش يتجلى انا كرئيس مصلحه عندي موظف تنعطيه واحد المهمه تيقوم بها تيجي بها ليا يكفي هنا صافي يعني بالنسبه لي راه هذا راه كل ما زعما كاين زعما كاين طلبنا منه صوبوا لنا جابوا لي واش هنا كنقول لك شحال الوقت باش من طريقه واش ما لاحظتيش عليه واش لا بشوف واخا ها هو جاوبك في الوقت يعني عطيتي يومين جاوبك في هذاك يومين انا ما غنهضروش على التنظيم غتمشي تهضر على المردوديه يعني المردوديه هنا نقدر نسافر يعني تعطي خمسه الانجاز الاعمال المرتبطه بالوظيفه شو راه كاين حتى دوك المسميات راه تتشابهوا فين غندخل انا هاد لا انا ربما المشرع راه عطى دوك المعايير وقت عمومي هامه نعم البحث والابتكار غندخل مثلا انا في البحث والابتكار راه الانجاز الاعمال المرتبطه بالوظيفه راه هي فيها البحث والابتكار نعم. هنا وما تكلمش على مثلا كاين شي موظف اللي عنده علاقه بالمرتفع ما كايناش هنايا علاش ما تجبدش نعم ربما تواصل زعما على... اييه السلوك المهني السلوك المهني السلوك المهني هنا هنا في جابدين التواصل السلوك المهني السلوك المهني على اين على اين هاد المعايير ولا اللي عطى المشرع نعم خاص اول حاجه داك المول اللي غيعطي النقطه يعني رئيس مصلحه ولا هذاك خاصو يكون طالع على هاد العناصر حنا باش نفرقوا تنعطيو النقطه البطاقه التنقيط لرئيس مصلحه باش ينقط راه هذاك رئيس مصلحه ولا هذاك خاصو اولا يكون هو عنده المام بهاد العناصر جيستون ضروري خصو يكون حطهم حداه انا غنشبعك بعيد السي منتظم والتجربه
نعم ربما قبل ما ذكر ربما المتصرفين كانت عندهم النقطه دي على 20 قبل 2005. نعم انا هنا ما خانتنيش الذاكره. نعم وحصل ان موظف ماشي موظف راه مجموعه الموظفين النقطه ديال البطاقه ديالهم تحالت على رئيس المصلحه ديالهم ونقط هو عنده التنقيط يعني من 0 حتى 20 بدا ينقط 17 18 16 على اساس انه عطى نقطه مزيانه يعني تيقول 17 انا عطيت للسيد عطيته نقطه مزيانه ايوه هاد جمعنا داك الشيء صيفطوه للوزاره الداخليه كيتفاجئوا بان هذيك النقطه اللي تعطاو راه النسق المتوسط يعني كل واحد زاد واحد 6 شهور ديال التطال ديال الرتبه ديالهم هذا في الرتبه في الرتبه حيت 17 يعني هذاك اللي عطى النقطه ما عارفش بان 17 راه غادي النسق المتوسط هذا شيء قديمه سي قبل 2005 دونك قول جوج ديك الساعه حيت كانت على ثلاثه ديك الساعه نعم وراء 2005 هذا بدا هذا اللاصق ديال تحت 10 10 16 قلت لك انا حتى ذاك الانسان اللي تيعطي النقطه خاصو يكون ملم بهذه العناصر ويعرف بان كاين اللاصق السريع واللاصق المتوسط واللاصق البطيء ربما هذا الاضافه اللي بغيت نقول لك نعم وصافي هادشي اللي بغيت نقول لك شكرا شكرا سي انا راه تنهضر على تجربه لا بالفعل لا انا ذكرتين بواحد المساله اخرى لان ربما ما خدانا الحديث على المعايير ولا سميتو على 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 الميزات وعلى الانساق لان قلنا كاين بين 0 و 20 وهي هاد كاين خمسه ديال العناصر شفناها وكاين خمسه ديال الميزات كاين خمسه ديال الميزات ضروري نذكر بهم اللي هي مثلا بين 18 و20 ممتاز ممتاز بين 16 واقل من 18 من 16 واقل من 18 جيد جدا جيد جدا بين 14 واقل من 16 جيد بين 10 واقل من 14 متوسط واقل من 10 ضعيف هذه خمسه ديال الميزات لكن كاين خمسه ديال الميزات لكن عندنا ثلاثه ديال الانساق دابا حنا قلنا عندنا ممتاز وجيد جدا وجيد هادو كلهم ب 14 و 16 ب 14 و 20 هنا ممتاز هي الفوق تبعها جيد جدا تبع ولكن في الانساق ديال الترقي كيقول لك النسق السريع كتمشي فيه بين 16 و 20 16 و 20 بمعنى هنا كنت جيد جدا وممتاز هذا بسبب الترقي في الرتبه بسبب الترقي في الرتبه كنت جيد جدا اولا ممتاز راه بحال بحال عندكم جوج في النسق السريع النسق المتوسط بين 10 و 16 بمعنى ايضا هنا دخل فيه جيد ودخل فيه متوسط وبالاقدميه والنسق النسق البطيء هو اقل من 10 سيمون تردي ما إضافة يعني بالنسبة للترقي مثلا النسق السريع مثلا بالرتبة الأولى والثانية كاين سنة أيه. يعني دائما هذوك الرتبة الأولى والرتبة الثانية دائما سنة ومن الرتبة الثانية والثالثة كاين النسق السريع كاين سنة والنسق المتوسط سنة ونصف أيه. إلى ثلاث سنوات الترقية البطيئة يعني ثلاث سنوات نعم الأقصى ما يمكن هو من تسعود الاستثنائية اللي فيها أربع سنوات الترقية السريعة وتولي خمس سنوات يعني تزاد سنة كاملة متوسط وخمس سنوات ونصف ونصف البطيئة تماما والأنسقة نعم والأنسقة دي راهي المحددة في المرسوم 262-344 هو اللي كينظم هاد الأنسق اللي بغى يطالع عليها بالتفصيل راه ايضا من الملاحظات اللي كانت جات كنت هضرت السي مصطفى على المساله ديال المعايير الملاحظات اللي جات في التقرير ديال المجلس على الحسابات على الوظيفه العموميه هو لاحظ بان هذه المعايير ديال التنقيط غير واضحه غير واضحه وتقريبا متداخله وكل يفسرها حسب قناعاته وميولاته هذا لان هنا كانت واحد شويه ولكن ما يؤسف له هو ان حقيقه ما راه متمارساتش بالشكل الذي حيت يمتى غادي تضطر تدير تقييم ودير تعديل لواحد المنظومه اللي عندك لما تمارس ان العيوب كتجي من الممارسه
ولكن حنا في غياب قلنا راه ما كاينش الادوات حتى الادوات بحال الا زربنا شويه. فرنسا مثلا راه تم اقرار هذا النظام ديال التقييم والتنقيط راه 2010، ولكن بالنسبه للجامعه التورايو مثلا والدار عطات واحد لافاز دي سي كانها تجربه، خلاو جوج ديال الشقايه تقييم تنقيط وتقييم واحد المده، ومن بعد داز واحد 5 سنوات 2015 عاد وقرر تقييم بوحده فبالنسبه للموظفين الجامعه الترابيه. هذا ما العلم ان هاد الناس راه عندهم كل الادوات، عندنا هاد لوراك راه عندهم مساله هذه من نافله العمل والقول. ما يمكنش اي اداره تكون وتمارس التدبير الاداري الا ما كانش عندها هاد لوتي هذا، في حين ان هاد المساله راه باقا مغيبه عند وتقريبا ما عرفهاش واحد المجموعه كبيره ديال الموظفين، وربما ما عرفوها الا الوطور حتى بدينا كندوزو هاد بدات كتفتح هاد الابواب ديال الترشيح للمناصب المسؤوليه، وبدات كدار البطاقه غير على اساس انها جزء ضروري من المسطره وانها قد تعيب المسطره اذا ما كانت هاد العاده. وكيف الممارسه الممارسه ديال التنقيط والتقييم وكذا راه ضروري من هاد الاداه. نعم محمد، سي محمد عندك شي متدخل سي سعيد؟ نعم سي سعيد، قبل ما نعطي الكلمة سي جمال كحل. نعم سي محمد عندي واحد المداخلة. نعم، وانا عطفا على ما قال سي منتظم. نعم. من ناحية يعني البحث عن مكامن الخلل من ناحيه يعني لتنزيل هذا المنظومه ديال التنقيط، لان المجلس المنتظم قال بان يعني ان غياب من بين المكامن ديال الخلل هو غياب ديك الدلائل المرجعيه. نعم، انا اللي بان لي هو انه يعني قبل ما نوصلوا للتنقيط ربما دابا بين قوسين انا كنهضر على الجامعات يعني اللي كتكون ماشي جامعات قرويه ولكن الجامعات اللي كيكون فيها يعني داخل فيها ما يسمى بالافتحاص الداخلي، يعني مصلحه ديال الافتحاص الداخلي. ممكن انا هذا سميتو، ممكن ان من بين المهام ديال هذيك المصلحه ديال الافتحاص الداخلي انها تصدر مثلا واحد المجموعه من تقدر تعطي واحد المجموعه من التقارير تاخذها من عند رؤساء المصالح حول السير ديال كل مصلحه موظف موظف، يعني تقدر تكون مثلا تقارير اللي هي لا تقدر تكون شهريه مثلا. نعم شهريه مثلا. نعم. ويقدر يعتمد على هذيك التقارير فيما يتعلق بالتنقيط. يعني هذا الحل هذا ممكن انه يعني يفيد في هذه العمليه هذه، انه حتى يجي العام عاد نبداو نقلبوا هذا الموظف هذا اشنو دار واشنو ما دارش. ممكن اننا نطالب الموظف، وهذه رجعت واحد المجموعه من المداخلات اللي شفت انا، ان الموظف نطالبه كل شهر مثلا اشني الاعمال اللي قمتي بها، اعطينا الاعمال اللي قمتي بها، اعطينا واحد التقرير وتجمع التقارير وكتصفى من طرف كنحاول معكم في الاخير كنلقاو بان فوالا هذا الموظف هذا راه قام بالاعمال هذه، يعني عنده واحد الى اكتيف نسي، يعني باش نلقاو شي حاجه علاش نبازيو. حنا حتى ملي كنحطوا واحد النقطه كتبان ليا بعض المرات كتخبطني، ما كتكونش معلله واحد مجموعه من الامور اللي ممكن نقولوا فوالا هذا السيد راه عنده 5/5 في البحث والابتكار. شنو البحث واش الابتكار؟ الا ربطناه بالتكوين هي بالتكوين ومجموعه من الامور طلعت لنا يعني بحال اشياء كتبقى يعني حول على ورق، ماشي شي حاجه اللي هي يعني اللي كتحطها وانت متاكد منها. هذا هو اللي كاين. لا هو بالفعل هذا المدخل ديالك السي سعيد ذكرتني بواحد المساله، ان كنهضروا على الادوات، ضمن الادوات اللي خصها تكون عند الرئيس المباشر هو ما يسمى بهذاك لو طابلو دو بور، لوحه قياده. هذه لوحه قياده راه هي اللي كتمكنوا من التتبع تقريبا شي يومي لاداء الموظف، حتى ما اذا جاء للوقت ديال التنقيط والابان ديال التنقيط ضمن الادوات اللي كيستعمل بها هي لوحه القياده هذه كذلك، لان حتى عندها في واحد المجموعه ديال المؤشرات خاصه بكل موظف، خاصه بكل موظف الطريقه ديال العمل ديالو الطريقه ديال الاداء ديالو والانجاز ديالو والنتائج اللي كيحققها. بطبيعه الحال كيمشي خطوه بخطوه،
شوفوا شنو دير اسبوع باسبوع شهر بشهر ملف بملف من بعد ملي كيعهد في نهايه السنه ملي غادي يبغي ينقض الموضوع كتكون عنده واحد الحصيله واحد الحصيله بناء على الطريقه اللي كان كيتبع بها من خلال استعانه بلوحه القياده ذاك الموظف الذي سيخضع اما للتنقيط او للتقييم او هما معا طبعا يعني كيف نشوفوا من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم التقييم قد لا يجرى كل سنه ولكن التنقيط هو تنقيط سنوي وهناك سنوات اللي كتصادف فيها خص يصدر بطاقه ديال التنقيط وتقرير ديال التقييم اذا ضروري بالاضافه لهذا الدليل المرجع الوظائف الكفاءات المساله ديال لوحه القياده كذلك بالفعل يجب تفعيل هذا الدور ديال المصالح الارتحاص الداخلي ما عرفش علاش الان عند مجموعه ديال الادارات اللي كتوفر على هذه المصلحه ديال الارتحاص الداخلي باقي النظره للارتحاص الداخلي هو فقط بالمصالح التي تمارس اللي عندها داك الشق المالي في الممارسه ديالها اما لي مارشي او هذا المصالح التقنيه او لا هما اللي عندهم كيخدموا او كيستعملوا بزاف الصفقات في اطار التصفيت والتزليج الى اخره المهم كل ما هو عنده واحد انعكاس مالي وبالتالي كل ما هو عنده واحد شق تدبيري اسمه كيتهمل وضمنها مصلحه الموارد البشريه ولو كانت كتعطى الاهميه اللازمه لمصلحه تدبير الموارد البشريه كون هاد المصالح ديال التفاعل والافتحاص تبدا او اول مهمه يجب على الرئيس ان يوكلها لمصلحه الافتحاص الداخلي هي افتحاص المصلحه ديال تدبير الموارد البشريه ان الطريقه التي تدبر بها الموارد البشريه ستنعكس على كل المصالح والمكاتب الاخرى للجماعه والمقاطعه او غيره اذا يجب ايضا تفعيل هاد الدوره ديال المصالح ديال الافتحاص الداخلي وما تبقاش فقط غير ديزاكسيسوار ما تبقاش ديزاكسيسوار وما تبقاش لان كنعرف شي مقاطعات اللي فعلوها بالفعل ولكن غير في المصالح اللي عندها الشق المالي في الكراج في السيرفيس ديال لي مارشي وفي السيرفيس تكنيك بصفه اخص لحد الساعه ما لم يتنهى الى علمي بان شي مصلحه من هذه المصالح ديال الافتحاص الداخلي انها وكلت لها مهمه افتحاص مصلحه تدبير الموارد البشريه لان كنا نعلم بان مع العلم ان الدور ديال الافتحاص الداخلي هو تشخيص ثم المواكبه عن طريق التوصيات وهذا هو المراد ملي تمشي لمصلحه تدبير الموارد البشريه مثلا غتلقى في الشق المتعلق بالتنقيط والتقييم انه لا يجري وفق ما سطر له وانها كتنقص واحد المجموعه ديال الادوات ضمن التوصيات اللي غادي تصدر بخصوص هذه المصلحه هذه ولازم على المصلحه ديال الافتحاص الداخلي من بعد انها تتبع التفعيل ديالها هو هذه المسائل هذه لكن مع الاسف الوضع هو هكذا والمنتظر من هذه العروض هو ان تثير هذه المسائل لعل وعسى تصادف اذانا صاغيه وهذا ما نرجوه لهذا البلد ان شاء الله الرحمن الرحيم نعم سيما سي جمال تفضل شكرا انا كنت غادي نطرح نفس الطرح اللي طرحه الاخ سعيد هو سبقني لي على بغيت على هذاك الاداء ديال الموظف انه يضع تقرير شهري وخصوصا ولا التقرير اليومي بالنسبه للموظف اللي كيقوم بخرجات خرجات ميدانيه مثلا بحال المصالح التقنيه ولا بحال اللي مكلفين بالرخص المهنيه والتجاريه كيعطيو تقرير يومي وفيما يخص الافتحاص الداخلي فان على حسب علمي بان الجماعات اللي كنعرفهم انايا ما داروها الا تلبيه لهذاك الاورغانيغرام اللي طلبت فيهم وزاره الداخليه باش انه يضعوا من خلال الهيكل التنظيمي للجماعة ديالهم ويوضعوا واحد مكتب ديال الافتحاص الداخلي ان الممارسه ان هذا المكتب لا كما كيقول لا في العير ولا في النافير ما كاينش كاع لا يفيد ولا يستفيد علاش بحال رضاو بهذيك الدوريه ديال وزير الداخليه وعلاش لان بعض الجماعات اش دارت بان الافراد المختصين المكلفين بالافتحاص الداخلي منهم الخصم والحكم في حين ان هذيك خاصها تكون هذوك الموظفين عندهم استقلاليه موظفين
ما تابعيش واحد المصلحه اللي هي داخل الهيكل، مصلحه داخل الجامعه مستقله عن المصالح الاخرى. دوك الموظفين يكونوا مستقلين وبادوات لوجستيكيه ديالهم، الا ان في جوج الجامعات اللي كنعرفهم هنايا ما عندهمش هذا الافتحاص الداخلي. علاش؟ لان بعض الحين كيعري على الى ان تفعل هذا الافتحاص الداخلي في بعض الجامعات كيعري على بعض العيوب والنواقص في التسيير والتدبير ديال الجامعه، وهي ما تخدمش واحد المصلحه معينه. وشكرا. لا فعلا الملاحظه ديالك الاخ جمال في محلها، لان بالفعل هاد المكاتب ديال الافتحاص الداخلي لحد الساعه ما هي الا اكسسوارات وضعت، وربما كما اسلفت لي لتفعيل على الاقل على المستوى الشكلي الهيكله ديال الجامعه معينه. وبالفعل ان المكاتب ديال الافتحاص الداخلي هذا علاش تنص كل لوائح الخاصه، اللوائح ديال المكتب الدولي للافتحاص الداخلي ولا غيرها، لانها كتكون هي لضمان استقلاليه الجهه المكلفه بالافتحاص الداخلي، انها تتبع لاشراف رئيس الاداره مباشره، رئيس الاداره مباشره، بحيث ان الا خدينا المثال ديال الجامعات وديال المقاطعات راه حتى مدير المقاطعه ومدير الجامعه ما عندوش الحق يدخل فيها، هي تخضع للاشراف المباشر لرئيس الوحده معينه كانت جامعه ومقاطعه وغيرها، لا تكلف المهمه الا من طرف السلطه اسمه، ولا ترفع تقريرها الا لرئيس الاداره، ولا تتبع تفعيل توصيات اللي كتصدر عن طريق التقارير الا عن طريق اشراف رئيس المؤسسه. والمراد بها والغريب ما عرفتش، لان هنا حتى رؤساء بعض الجماعات وغيرهم باقي عندهم داك الخلط بين المهمه التفتيشيه او التدقيقيه والمهمه ديال الافتحاص الداخلي، حين ان الافتحاص الداخلي كما يدل عليه مسماه الغرض منه هو الوقوف على الاختلالات واصدار توصيات لتدارك هذا الخلل، لتدارك هذا الخلل وهذه الاختلالات. اساسا المهمه ديال الجهه والمكتب او المصلحه المكلفه في الافتحاص الداخلي هي هذه. هذا علاش خصكم حتى في البروفيل ديال المجموعه ديال سميتو راه كتكون كتشير المهمه ديال الافتحاص الداخلي على اساس انها خصها تكون مستقله، ولا اساس ان الهدف الاساسي منها هو تقويم، من بعد التقييم تقويم العمل اللي كيعاني من بعض الاختلالات داخل المؤسسه معينه. نعم سي محمد، ربما رفعت يدي. نعم استاذ، الا سمحتي عندي غير واحد التدخل بسيط في هذا الباب ديال الافتحاص. علاش انا غنستنى مصلحه الافتحاص باش دير لي الافتحاص؟ علاش ما نديرش الافتحاص الذاتي؟ انا مثلا رئيس مصلحه غادي ندير واحد الاجتماعات دوريه بشكل منظم كل شهرين كل 3 شهور، ونجمع رؤساء المكاتب اللي تابعين ليا، ونشوفوا المسارات اللي غادي مزيان نثبتوها، المسارات اللي خصها التعديل نعدلوها، وغادي ندير الافتحاص ديالي الذاتي. لما تحتاجوا كاع حتى المصلحه اللي مكلفه بالافتحاص الذاتي بروموديت غتلقاني انا واجد، والا ما دارتش هي خدمتها انا راه ديجا انا خدام. دونك علاش غنستنى انا المصلحه ديال الافتحاص؟ انا ادعو الى الافتحاص الداخلي ديال كل رئيس مصلحه او كل رئيس ديال واحد اليونيتي ادمنستراتيف في اليونيتي ديالو. تفضل. لا بالفعل هذا هو المفروض في المدبر. المفروض في المدبر، المدبر اللي كيخدم بالادوات ديال التدبير. ماشي تسير، ما كيديرش تسير، كيدير التدبير. نعم. وفي التقديم ديال هاد المنظومه الجديده راه كان هذا هو المراد، الانتقال من منطق الاشراف والتسيير الى منطق التدبير. والمدبر الحقيقي هو هذا، لان المدبر الحقيقي هو اشاك فوا عنده كما اسلفت هاد الطابلو دبور وغيره من الادوات الاخرى التي بواسطتها كيدير افتحاص وتقييم ذاتي وتقييم خاص بالوحده المشرف عليها. ضروري هذه لا يتصور، الا بغي نكون عندنا هذاك المشرف هذاك المدبر المثالي هذاك ليديال، كنهضروا حنا على ليديال في التدبير، ضروري خص تكون المساله تدبر بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل هذا، ولا بد من وقفات للتقييم ولا ضروري. نعم سي محمد، سي منتظم. نعم استاذ، سمحوا لي انا لا اتفق معكم في هذه المساله، هذه في هذه النقطه غير في واحد الشق. نعم هو ان يعني الوظيفه ديال الافتحاص الداخلي راه ما كتوقفش
عند أنه يعني كيف تحز غير المصالح، بل كيشوف حتى التنسيق ما بين هذوك المصالح، فكاين شي حوايج اللي هي كدوز كتمر من مصلحة لمصلحة حتى هي تفتحص. نعم. لذلك فهو الأورغانيغرام ربطو يعني ب ب يعني بال بالرئيس اللي هو الرئيس المقاطعة ولا رئيس الجامعة. أيوة. وبالتالي فديك النظرة ديالو كتكون واحد النظرة نورمال مو شمولية لواحد مجموعة من الأمور. وكيبان لي بان الدور ديالها هو دور راه حتى في الشركات راه كاين افتحاص ديال سوق العمل اللي بداو به ديالها باش كتمشي يعني مختلفه. وكاين واحد يعني ان كل شيف سيرفيس ولا شيف سيرفيس برودكسيون كيدير العمل ديالو، ولكن داك هذاك الافتحاص عنده واحد الدور مهم، واحد الدور اللي هو استراتيجي، سيغتو ان عنده وسائل وعنده طرق باش كيقدر انه يعطيك حتى لا ميزاجوغ في واحد المجال معين اللي انت مثلا ربما كرئيس مصلحة ماشي ما غتعرفوش، ولكن كتكون مستجدات ونيفو ديال الافتحاص وآليات اللي عنده هو كيخدم بها كيقدر يجيب بها واحد مجموعة من الأمور. والله أعلم. لا أنا اللي فهمت من المداخلة ديال السي محمد وما قصدت أنا راه ماشي قصدنا أن نستبعدوا الدور ديال المصلحة في الافتحاص الداخلي. الدليل أن السي محمد قال حتى لما يجي واحد المهمة افتحاصية ديال هذه المصلحة هذه تلقى الأمور مقادة عنده، وربما غيكون عنده ربما قد ترصد بعض الاختلالات اللي هو ما ردش لها البال أو لا، لأن الكمال لله طبعا. نعم. المسألة ديال التنسيق هي دائما هي ماشي مستبعدة، لأن المصلحة ديال الافتحاص الداخلي هي كتمشي أي مهمة بناء على ما ورد في رسالة مهمة هذيك لاليتر ميسيون اللي كتجيها من رئيس المؤسسة. إلا كانت على حسب شنو الموضوع ديالها، إلا كان الموضوع ديال هذه الرسالة هذه هو أن تقوم المصلحة بواحد الجولة بين المصالح وترصد هذه المسألة بالضبط شنو النقاط ديال التنسيق وديال التنافر بين المصالح، لأن المرات وفي الغالب كيكون هاد عدم الانسجام وعدم التنسيق بين المصالح يؤثر على الإدارة ككل. نعطي مثال، أنا مثلا المثال حي بما أمارسه، مثلا إلا عندي أنا أشرف على واحد الوحدة ديال المنازعات ديال الشؤون القانونية، إلا عندي واحد الملف يعني جهة معينة مصلحة معينة في المقاطعة وبغيت منها معطيات وضرورية في ذاك الملف، وكانت ذاك المصلحة تتقاعس لعدم التنسيق بيني وبينهم مثلا، وعفوا على أن نهضر بهالذاتية هكذا، التنسيق بين الشؤون القانونية وبين تلك المصلحة المعينة غيب، هذا سيؤثر على مسار تلك المنازعة بصفة عامة، وقد يكون هذا واحد من أسباب خسارة الدعوة إلى آخره. إذن من المهام المفتاحية أن لا نختلف في هذه المسألة، هذه الدور ديال المصلحة في الافتحاص الداخلي جوهري وضروري ومؤكد. هذا هو علاش من هذه من بدا العرض ولكن ملي بدينا الهضره على المساله ديال الافتحاص الداخلي وخذت بان مع الاسف هي كاينه فقط غير كوم اكسسوارات ولا تفعل بالشكل المرغوب والمطلوب، لكن المساله ديال في التدبير ايضا حتى المسؤول على تدبير مصلحه معينه راه عنده مسؤوليه كبيره في انه يدبر المصلحه التي يشرف عليها بالشكل المرغوب بالشكل وفق أدوات طبعا وفق أدوات وآليات معينة. نعم. سي سعيد. سي محمد. نعم. على ذاك العرض ديالك اللي كان واجد وقال سي محمد. نعم تفضل. سي منتظر وسي محمد عبد التنمية وسي سعيد. نعم. ربما أنا غادي نرجع دائما أنا ربما غاتسميوني المبرزات. ديال الله يبارك مرحبا دائما السيمون تاديب انا حتى دائما تنطلق من ما هو واقع وما هو معمول به. ارجع غادي نقول لك بان هذيك التنقيط حق من الحقوق ديال الموظف بيان سي يعني من الناحيه الاجتماعيه، انا نهضر من الناحيه الاجتماعيه على هزالتك السالير ولا داك الراتب اللي تياخذ الموظف. إلا جينا نطبقوا ديك المسطرة وديك المعايير اللي هضرنا عليها قبيلة، يعني يكون على يقين أن غادي نمشيو لذاك النساق البطيء. أنا غادي باش نرجع لك لديك الكلام اللي قلت قبيلة. زعما ما كاين حتى واحد فيه الضو زعما.
لا انا ماشي انا تنقول لك باش عندك السي محمد ما يمشيش بالنص. لا شوف راه الى جيتي تطبق راه كاينه واحد النسبه قليله نعم. وانت راه ما يسري على التنقيط يسري على الساعات الاضافيه يسري على ديك سميتها ديال الساليسمو يعني بزاف تاع الحقد يعني انت اللي تعطيهم ماشي استحقاق يستحقهم الموظف ولكن غير باش ما تبقاش يعني داك الراتب ديالو حتى شويه تزيد فيه شويه لانه هزيل اصلا لان كون كان السالير ديالو ولا كان داك الراتب ديالو شويه فيه الضوء راه ما تحاول انك تطبق عليه هذه المسائل كامله وتحاول انك ماشي تنقص ليه الا ما خدمش مزيان هادشي داك تنقص عطيه شي نقطه اللي تقدر تنقص ليه من الراتب ديالو ولكن السينماتيه قدالو وغادي انت النقطه غادي تشدو غادي تقزمو ها يعني راه ما صافي غادي تشدو غادي تطحنو ويبقى دائما تما في هذاك وهنا بالنسبه لهذيك القضيه ديال الابتحاث اللي كنتكلم عليها السي محمد ايوه هو يعني كما قال لك ان يعني الموارد البشريه ولا اي مصلحه يكفي انه هو يدير لوطو اوديت يعني هو يراقب راسه شوف المصدر اللي تيدير واش هي هذيك ولا ماشي هي هذيك يحاول انه يحس اما باش يجي واحد اوديتور اخر خاص هذاك الاوديتور قبل ما يجي عنده خاص يكون بداك فاهم المسطره وعارفها إيه؟ باش راه الا كان عارف هذاك يجي هو ياخذ هذيك المصلحه حنا راه تنقلبوا على شي واحد اللي غيكون فاهم اكثر منك لا هو نعم لا دابا واحد مثلا حنا غادي نجي انا واحد ديال غيكون فاهم الموارد البشريه مزيان وعارف المسطره كيفاش خاصها تكون وكيفاش غادي يجي يعني الدور ديال الاوديتور بالنسبه للاوديت انتيرن الرودريس ستارودريسمون يعني تيقول لك انت كنتي درتي هذه المسطره ديال التنقيط ولا المسطره ديال الترقي ولا المسطره هذيك درتيها خاطئه تيقول لك لا ها كيفاش خصك ديرها وكيفاش خصك ديرها وكيفاش خصك ديرها يعني انت هذا اللي جا يدير الاوديت راه من الاحسن هو ياخذ ديك المصلحه لانه هو ادرى يعني عارف علاش غادي لا هو عنده دور اخر هو حيت هو الاوديتور بعدا هنا اش غادي نقول لك المفروض في الاوديتور ان يكون ان باس بارتو هذه لان خصو المصلحه اللي تحط فيها والا راه ما كيتسماش اوديتور لان ملي كتمشي تاخذ بروفيل ديالو في البطاقه ديال التوصيف ديال المهمه راه لا اله الا الله بعدا اساسا بعدا من 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 انطلاقه بعدا من التعليم الاكاديمي ديالو خصو يكون باك بلس 5 هذه وحده وفي واحد المجموعه ديال الاختصاصات في التدبير ولا في التسيير في القانون في الاقتصاد الى اخره واحد المجموعه ديال شامل لا ضروري والا راه ماشي اوديتور ملي كيجي هو غادي يدير الافتتاح واحد المصلحه ضمنها المصلحه الموارد البشريه فبطبيعه الحال يلقى الاختلال اول ما سيثير انتباه هو المساله ديال التنقيط وتقييم الذات على اي هو المجموعه ديال المسائل الاخرى ماشي مشكل الى وضع اليد على واحد المجموعه الاختلالات واعطى توصيات قد تكون بعض المرات توصيات تاخذ بعين الاعتبار حتى المناخ ديال ملي غادي يشوف ما كاينش دليل مرجعي في الاداره ما كاينش طابلو دبور يقدر هو يعين رئيس المصلحه فانه يصوب معاه واحد قياده طابلو دبور واحد قياده طبعا دونك هذا هو الدور ديالو واحد المساله نعم والسي مونتاديان واش حنا نرجعوا لك للموارد البشريه ديال الجامعات حنا بنا الجامعات ديالنا هنا واش باقي فيها الناس اللي عندهم هذه الكفاءه انا بالنسبه لي انا راه كاين شي موظفين تيتحالوا على التقاعد كانوا كفاءات وما كاينش التعويض ديالهم يعني حنا بعض المصالح اللي دابا انا كاع شي ساعه يعني الريجيستور ديالنا ديال مقاطعه مولاي رشيد ربما غيتحال على التقاعد السنه المقبله يعني باش غادي يتعوض راه ما كاينش باش غنعوضوه واخا كاينين الاخوان اللي معايا يعني ولكن ديك الكفاءه ديالو راه ما وهاد المشكله ماشي في المقاطعه ديالنا يعني في الجميع ملاحظه لك غادي تقريبا ربما خرجت على الموضوع ياك السي سعيد ياك هذا المثال اللي عطيتي انا كنديرو بين قوسين انا خدمت في الريجي لا راه قلت لك الريجيسور راه كاين الاخوان كاين تعويض
الحمد لله. لا شوف شوف سي سعيد انا واخا ما بغيتش نقل هي المثال راه لا يناقش ولكن غير باش انا تنقول لك على سبيل المثال على سبيل المثال انا ربما مقاطعه مولاي شيد راه ربما لما نفتخر بها ولكن الاخوه على كل شيء تعرف مقاطعه مولاي شيد والاطر اللي فيها غير تنقول لك راه كاين مقاطعات اخرى ولا جماعات اخرين راه اللي خرج ما كاينش باش تعود هي كاين مجموعه عوامل فقره حتى المناخ المناخ السائد ربما حتى النظام ديال وحدة المدينة وما أفرزه من 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 أجواء ديال العمل في المقاطعات حتى هو أثر لأن راه واحد المجموعة ديال المصالح تعاني من بطالة المقنعة بغينا نسمو واحد المجموعة ديال المصالح ماشي ما بغاوش يخدموا ولكن تقريبا كاين بعض المصالح بقى عندها ما يدار كذلك الموارد البشرية خدينا غير الموارد كمصلحة قارن بين الموارد البشرية في إطار النظام القديم اللي كانت جماعة وبين الموارد البشريه دابا في هذا النظام الجديد راه حتى مجموعه ديال المؤسسات بعض المرات اللي تمر في مصلحه معينه راه حتى هي لن تكسبك تلك التجربه ولكن شنو كان كيخص يكون هذا بطبيعه الحال مع بالاضافه الى ما خصناش نذكروا ان كاين واحد مجموعه كبيره واحد عدد كبير والنسبه لا يستهان بها من الموظفين اللي حقيقه شنو نقول لك كي يستحسنون الاجر ويستقبحون العمل نعم هذا واقع هذا واقع وكنلقاو بزاف كاين حتى في الاوطو لنا في المثال دابا عطيت شويه ديال موظف مسكين عنده اجره متدنيه الى اخره وكتلقى موظف تبارك الله وسلم 11 عنده 10000 درهم وكيضارب باش هذا يخرج يكون خارج السلم وما كيضربش فيها الضربه دونك حتى هو كيجي كيتقابل شاهد على 19 وعلى علاش ما عطيتينش 19 وعلى في حقه هنا خص واحد شويه يحشم بهذا المعنى هذا لا لان خص لا حيت الواقع هو هذا الواقع لا يرتفع وحنا عارفين دابا عارفين واحد المجموعه ديال الممارسات غير دابا هذا المباشر لا يسمح بها طبعا انا بطبيعه الحال انا غادي نرجعك للنظام الاخر هو ديال الامتحان الكفاءه المهنيه يعني انت هو راك راه رحمه هذا في حق الامتحانات انا قريت ناس رحمه لبعض شي وحدين ونقبل شي وحدين اخرين انا الموظفين انا راه كاين شي وحدين في الموظفين راه ما تيلقاش راسو فين يحك راسو غادي يمشي بريباري الامتحان وفي الاخر المطاف تلقى واحد يعني العام كامل هو جالس اش يدير عنده مكتوبه عنده مكتوبه وعنده تينا وهذا واحد من الاختلالات ديال نظام التنقيط والتقييم واحد منها هذا علاش كيقول لك خص التنقيط يكون بناء على العمل الفعلي والتقييم كذا يكون بناء على العمل الفعلي بالفعل ما تكون لا ولكن سبحان الله العظيم نعمل خير وان شاء الله دابا يتغير الحال ان شاء الله نمشيو احسن ان شاء الله يكون احسن لا مرحبا سي سعيد محمد نمرر لك العرض ان شاء الله الى بغاو الاخوان ولا سمحوا الاخوان اي مرحبا انا ما عنديش مشكل باش نبارطاجي بارطاجي وصل نعم ديان سي محمد داكور اذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق وسيد المرسلين مرحبا بكم في هذا الملحق للعرض الثالث اللي كان خاص بنيه الاجور بالمناسبه كنشكر جزيل الشكر الاخوه اللي باقين صابرين معنا لحد الان هذا العرض قسمته لشقين الشق الاول غادي نتناول فيه واحد جوج ملاحظات وردتها في رسالة كريمة من الأخ عبد الوهاب من العرائش اللي يشكر الأساتذة الأجلاء على العروض ديالهم والمجهودات ديالهم واللي أورد كما قلت واحد ملاحظتي الملاحظة الأولى ورد فيها أنه يقول الأخ الكريم أنه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل تجدر الإشارة إلى أن خصم الأعباء العائلية من الاقتطاع لا يتجاوز بحال 6 أفراد بما فيهم الزوجة وهذا صحيح فإذا تذكرتوا لما كنا حسبنا الليير وخاصة في المرحلة الثالثة من دوك المراحل 7 لما حسبنا الخصومات
عن الأعباء العائلية، فحسب المدونة ديال الضرائب في المادة 74 يخصم ما قدره 360 درهم من المبلغ السنوي للضريبة. هاد 360 راه مبلغ سنوي، إذا إلا بغينا بغيت نصيغ الجملة بطريقة الشهرية إلا بغينا نقولوا، فيخصم ما قدره 30 درهم، لأن 360 مقسومة على 12 هي 30، إذا يخصم ما قدره 30 درهم من المبلغ الشهري للضريبة. وأكل تيتر اعتبارا للأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله. شكون هما الأشخاص الذين يعولهم؟ هما أولا الزوجة ديالو والأولاد ديالو، سواء أولاد من صلب ديالو أو أولاد اللي كيتكفل بهم. وتجدر الإشارة إلى أن المرأة أيضا الموظفة، كما ورد في أحد السؤال كان طرحه الأستاذ الفاضل الأسبوع الماضي، فالمرأة الموظفة الخاضعة للضريبة هي أيضا تستفيد من الخصم برسم الأعباء العائلية، وذلك فيما يتعلق بزوجها وأولادها، ولكن بشرط إذا كانت نفقتهم تجب عليها شرعا. يعني بحال في الحالة اللي كيكون مثلا الزوج ديالها ما كيشتغلش وهي اللي كتاخذ التعويضات العائلية، فهنا فضلا عن التعويض العائلية كتستفيد أيضا من هذا الخصم. وشفنا بأن المبلغ ديال الخصومات هو يساوي عدد الأفراد الذين بموجبهم كيتم الخصم مضروب في 30 درهم. ولكن المشرع هنا فين كيتدخل، وهذا هو الأوبجيكتيف ديال أو الأوبجي ديال الملاحظة الدقيقة ديال الأخ الكريم، أنه دائما في المدونة ديال الضرائب مكتوبة غير أن مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية لا يمكن أن يتجاوز 2160 درهم، وهذا المبلغ السنوي. إذا شدينا هذه 2160 وقسمناها على 12 كتعطينا 180 درهم. وبذلك سأعيد هذه الجملة بالصياغة الشهرية، جديدة هذه القضية الصياغة الشهرية، غير أن مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية لا يمكن أن يتجاوز 180 درهم شهريا. وهذا 180 درهم إذا قسمناها على 30 درهم اللي هو المبلغ ديال الديدكسيون كيعطينا بالضبط 6. وهنا فين كاين لوبجي ديال الملاحظة، أنه لا يمكن إعفاء أكثر من 6 أشخاص برسم الأعباء العائلية، بمعنى أن إذا كان الموظف متزوج وعنده 6 الأطفال، لأن كنعرفوا عنده الحق يتخلص على 6 الأطفال، فعنده الحق فقط في 6 لي ديدكسيون ماشي 7 بما فيهم الزوجة. وهذا هو لوبجي ديال الملاحظة، وكانت دقيقة معلومة كانت عندي لكنني أغفلتها، وكنشكر الأخ الكريم على هذه الملاحظة. الملاحظة الثانية يقول الأخ الكريم: أما بالنسبة للطفل المعاق فإنه يستفيد من هذا الخصم، يعني دائما على الخصم على الأعباء العائلية، وإن تجاوزت سنه 26 سنة على غرار استفادته من التعويضات العائلية، وإن تجاوزت سنه 21 سنة. هذا أيضا صحيح، سبق لنا شفنا بأن الحد الأقصى لسن الأطفال المستفيدين محدد في 21 سنة، وقلنا بأنه ليس هناك حد أقصى للسن بالنسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني أن الأطفال اللي ذوي الاحتياجات الخاصة أولياء الأمور ديالهم كيبقاو كيتخلصوا عليهم على التعويضات العائلية بشرط الإدلاء بواحد الشهادة طبية تثبت أنهم لا يمكنهم ممارسة عمل يدر دخلا. هذه ضروري كتكون في الشهادة الطبية. أنا غير هذه يومين جاني سؤال من فقيه بن صالح الأخ كيسأل واش واحد الطفل أب كم عنده الحق في التعويضات العائلية. لما سولته شحال السن ديالو قال لي 22 سنة، فقلت له لا أظن أنه غادي يأخذ، لأنه ضروري في الشهادة الطبية إيموسيون الطبيب داير هذه الشهادة خاصة تكون أومولوجي بار المصالح ديال العمل الطبية، تفيد بأنه لا يمكنه أن يمارس عملا يدر دخلا. وبالرجوع للمادة 74 ديال الخصم على الأعباء العائلية، فهذه الخصومات كتتم على الأشخاص الذين يعولهم الموظف اللي هم الزوجة والأبلاد، ولكن بشرط لا يتجاوز سنهم 27 سنة، غير أن شرط السن، وهذا هو الوجه ديال الملاحظة ديال الأخ، غير أن شرط السن لا يسري على المصابين بعاهة تحول بينهم وبين كسب معيشتهم بأنفسهم. هذا هو التكس اللي كاين. أنا أضيف أكثر من ذلك أن الموظف حتى لما يحال على التقاعد فكيبقى كيتخلص على الابن ديالو إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيبقى كيستفد من أجله من هذاك الخصم عن الأعباء العائلية. كان هذا إذن غير تفاعل مع الرسالة الكريمة والملاحظتين اللتين وردتا من الأخ عبد الوهاب من العلاج. الشق الثاني غادي نعاود نتكلم على النظام التكميلي ديال الرسائل، لأنه في الحصة اللي فاتت هذيك المسألة ديال الكوتيزاسيون فيه ديال 3% كان فيها واحد اللبس، وكان ورد واحد السؤال من الأخ سعيد والجواب ديالي لم يكن دقيقا بالشكل اللازم.
يجب ان اذكر ان النظام الاساسي ديال لاير ساهر كيستافدوا منه الموظفون المتعاقدون والاعوان المؤقتون والعرضيون والمياومون كلهم بدون استثناء، بينما النظام التكميلي كيستافدوا منه المنخرطون في النظام الاساسي. هذا كاين ثلاثه الشروط. اولا ان هذوك اللي خصهم اللي بغاو ينخرطوا في النظام التكميلي يكونوا اولا خاضعين للنظام الاساسي اللي تكلمت عليه دابا. ثانيا ان تقوم المؤسسه المشغله ديالهم بتوقيع اتفاقيه الانضمام للنظام التكميلي، وهذا الشيء شفناه. الجديد في هذا الملحق وهذه هي المهمه، وان تفوق اجورهم سقف الاجره المحدد سنويا. يعني ماشي نستفيد من هذا الشيء ان النظام التكميلي ليس مفتوحا في وجه جميع المنخرطين لا يصير، لا هو مفتوح فقط او خاص بالناس اللي الاجور ديالهم كتفوق يعني كبر من سقف الاجره المحدد. طيب هذاك سقف الاجره فين كنلقاوه؟ كنلقاوه في هذا الجدول اللي كنلقاوه اللي جبتو انا من البوابه ديال لاير ساير، اللي تلاحظون انه يحدد لو سالير مونسيال بلافون. هذه النسخه بالفرنسيه، راه كاينه حتى النسخه بالعربيه. وتلاحظون انه هذا لو سالير بلافون او سقف الاجره يتغير عبر السنين. انا درت غير بريز دو في ديال لي كاتر ديرنيير زاني، تلاحظون انه في 2018 هذاك السقف الاجره كان 17000 درهم و500، في 2019 انتقل ل 18000 درهم، في 2020 الى 18000 درهم و500، وفي 2021 اللي حنا فيها ابتداء من جونفي فاصبح السقف ديال الاجره هو 19000 درهم و85. شنو كنستافدوا من هذه العمليه؟ انه الموظف اللي من خرف لا يرسائر وبغى يدير نظام تكميلي خاص الاجره ديالو تكون كبر من 19000 درهم و85. وما خصناش نتعجبوا، لان في لا يرسائر ما كاينش فقط الاعوان والمؤقتون والعارض، ولكن دي ميدسان وكاين دي زادمينستراتور برينسيبو. بالو باساج هذا السقف ديال الاجره ديال 19085 هو اللي كيجيبوا منه لا يرسائر داك السقف ديال الاشتراك في النظام الاساسي. الا تذكرتوا النظام الاساسي كان هو 6%، فغادي نحسب لكم انا هذا 6% وغنجيب الكالكولاتريس المومون اتوندي نقلب عليها لا فوالا. دونك ها الكالكولاتريس، غنشد هاد 19000 درهم و85 فوالا 19058 وغنضربها في 6%، عطاتني لا شي ربما غلط. دونك غناخد 19085 وغنضربها في 6%، عطاتني 11.45.010 1145 10 سنتيم. وهذا باش كيذكركم بهذاك لو بلافون دو كوتيزاسيون اللي شفناه الاسبوع اللي فات ديال النظام الاساسي. اذا هذاك لو سالير بلافون منو منين كيجيبوا هذاك لو بلافون دو كوتيزاسيون ديال النظام الاساسي يضربيه في 6%. من جهه اخرى فالنسبه ديال الاقتطاع برسم النظام التكميلي، وهذه هي الجمله اللي خصنا نفهموها لوبجي ديال هذا الملحق او ديال هذا الشق الثاني من الملحق، تبلغ 3% من ماذا؟ من جزء الاجره الذي يفوق سقف النظام الاساسي المحدد سنويا. اتفقنا على انه شكون هما الناس اللي في التكميلي؟ هما الناس اللي عندهم لو سالير فايت السقف النظامي، سقف النظام الاساسي، هذاك السقف المحدد ديال 19085. اذا كاين انيكار، هذاك ليكار هو اللي كناخذ منه 3%. إذن أعيد وألخص بأن النظام التكميلي هو خاص فقط بالموظفين المنخرطين في لاير ساير الذين تفوق أجورهم سقف النظام الأساسي، ذلك السقف اللي شفناه في الجدول. ومن جهة أخرى النسبة هي 3% تؤخذ من ماذا؟ من جزء الأجرة، من ديك لا ترونش دو سالير اللي فوق النظام الأساسي التكميل، ما فوق النظام الأساسي. إذن 3% هي الجزء ديال الأجرة، كناخذها من جزء الأجرة ك اقتطاع برسم النظام التكميلي. وبذلك كنكون انا ايضا نهيت هذا العرض التكميلي للعرضين السابقين، وشكرا على انتباهكم. هنا استاذ هنا الاجره اللي كنهضروا عليها اجره الخام، لا الاجره الاجره الخام وي خام ماشي الصافيه. لا داكو شكرا سي محمد. مرحبا. تفضل. أتمنى تكون توضحت الأمور شوية. واضحة. مزيان. تفضل سي سعيد.
سي محمد سي منتظم واش باقي شي حاجه؟ لا انا ما من عندكم بقى عندي باقي اللي باقي باقي السبت الجاي باقي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. نعم اللهم إذا كان شيء اخ ولا اخت عندها شيء وواحد الاخ السي عبد الهادي و كان بدا واحد الملاحظه قال بانك المشكل الذي نعيشه نحن موظفو الجامعات المحليه خصوصا القرويه هو غياب دلائل المرجعيه وغياب تكوينات مستمره. نعم وهذا تقريبا يشترك فيه عمومي كل فين دلائل المرجعيه عند من شي جماعه عند كان نشوفوها كبطائق اسمه كنت غير في ديك المناسبه ديال فتح باب ترشيحات المناصب المسؤولين لكن في العمل اليومي وفي التنقيط وفي كذا راه لا نستعين بها لا نستعين بها لدرجه ان كتلقى وهذه الدلائل المرجعيه والبطائق التوصيف كانت تغني الاداره ايضا بعض المرات حتى على واحد المجموعه ديال المسدات وديال النزال كتدخل فيها مع بعض الموظفين مثلا بعض يقدر يكون موظف سائق او شاو ومن كتكلفوا مهمه معينه هي على حسب البطاقه ديال التوصيل المهمه ديالو راه من صلب مهامه ولكن يقدر بعض المرات الا كلفتي بها كتجي غريبه كتجي بحال ينتشر المشيه ديالو او الحراس ولا الى اخره دونك هاد البطائق التوصيفيه راهي في حقها مهمه سمو والاخ السي عبد الهادي ما بقاش في الحاره مشى هما ما عندهمش البطائق التوصيف راه عندنا كاينه هي كمراجع سمو راه كاينه ونتوفر عليها وكيحندوا على المؤسسات وعلى تفعيل خصوصا تفعيل هاد الدلائل المرجعيه تفعيل هاد الدلائل المرجعيه والقطاع الخاص راه قطع اشواط كبيره وفاتنا ما نقولش السنوات الضوئيه ولكن فاتنا بسنوات اللي هي مهمه في تفعيل هذه المسائل تقريبا من بدايه الالفينات او قبل كنلقى دائما في الشركات وعلى صغارها والله العظيم عمرت كاين بعض المؤسسات اللي على قله موظفيها ولكن لا يمكن ان تعين ولا تشغل عونا معينا مستخدما الى ما خدعاتوش واول ما كتبرم مع العقد طبيعي الحال تطلعوه على بطاقه التوصيف هذه مش غير دلائل المرجعيه اللي غايبه ولكن هي ثقافه كامله خاصها تولي كولتور خاصها تولي ممارسه خاصها تكون ممارسه ويجب المسائل بحق خاص تنظم فيها ملتقيات تكوينات مناظرات لان يجب ان تفعل كنهضروا على الاساليب العصريه للتدبير وجات الاشاره لها حتى في القانون التنظيمي للجامعات 113/14 في القسم الثامن الخاص بقواعد الحكم لحسن تطبيق مبدا التدبير الحر على هامشه جا الحديث على الاساليب العصريه للتدبير وهي فجا الحديث على الافتحاص الداخلي وعلى التدقيق وعلى الدلائل المرجعيه كذلك الدلائل المرجعيه لان كنلقاو التنصيص عليها في مجموعه ديال المقتضيات مجموعه ديال النصوص لكن على مستوى التنزيل والتفعيل الغالب الله لحد الساعه ونعم ان شاء الله نكون قادم خير ان شاء الله نعم شاء للحديث بقيه ان شاء الله دونك على امل اللقاء بكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل مع تتمه هذا العرض الشيق نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وشكرا جزيلا لكل من حضر السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام ورحمه الله تعالى وبركاته